بالظبط. جال صبحت بعد ما قريت المزمور، وصبحت تاني يوم الصبح قمت قلت لا انا مش هموت، انا هعلم الناس عن خطورة الاسلام. هو بيقول ان واحد قال له اقرا مزمور 27، واحد كتب له اقرا مزمور 27، واحد مجرد كتب له اقرا مزمور 27، تخيل الرب استخدم الكلمة دي اقرا مزمور 27. عشان كده انا بشجعك انك ما تكسلش انك تشارك، ممكن ده يكون فعلا لحفظ حياة انسان، ممكن كلمة يسمعها إنسان تحفظ حياته، السطر تكتبه ممكن يحفظ حياة إنسان. أنت اعمل اللي عليك، وربنا هو اللي بيستخدم الحاجات الضعيفة والبسيطة اللي احنا مرات كثيرة بنستهين بيها، لكن الله بيستخدمها لإعلان مجده. خلينا نرفع قلوبنا في الصلاة، نصلي من أجل القناة الأرامية، نصلي من أجل الأخ كريم، نصلي من أجل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. احنا على تيك توك وعلى كل صفحات التواصل الاجتماعي وكأول ميديا، فإحنا موجودين في أكتر من موقع، في أكتر من منصة إعلامية. فنصلي من أجل كل اللي شاهد البرنامج، وكمان اللي شاهدوا فيما بعد. لأني خبرة كريم، في مرة أنا بعمل أكتر من برنامج، كنت بعمل برنامج اسمه وحي ورسالة مع قناة من القنوات. المهم كنت بقارن بالإسلام والمسيحية، لكن في مرة قلت هعمل أخصص البرنامج ده عن أهمية كلمة الله، وكان توقعي كالآتي قريب، إن أول ما أقول أهمية كلمة الله عن الكتاب المقدس ما فيش مسلم هيشوفها. أنا بحط البرنامج على الفيسبوك، بعد 4 سنين شخص من الجزائر ابتدى يتواصل معايا ويسأل عن الحلقة دي ويتكلم معايا. فاللي أنا عايز أقوله ما تستهنش بأي حاجة، يمكن الله بيستخدمها حتى بطريقة تفوق عقولنا. فأنا بشجعك أنك أنت تشارك البث، وخلينا نبدأ بالصلاة. وأسف للإطالة. أبانا السماوي من كل القلب رب بشكرك من أجل محبتك العظيمة التي بأحببتنا. بشكرك ربنا من أجل قناة الأرامية، من أجل ربنا خدمة قناة الأرامية، من أجل كل برامج قناة الأرامية ربنا باللغات المختلفة. أنت وحدك ربنا اللي تستخدم كل كلمة لمجد اسمك. صلي ربنا من أجل إدارة القناة، من أجل الدكتور باسم، من أجل كل فريق العمل، ومن أجل خدام القناة يا رب، سواء اللي ورا الشاشة، سواء ربنا اللي بيساعدوا في توصيل الرسالة والبث ربنا من خلال الكاميرات والتكنيشن يا رب، فريق العمل كله ربنا أنا بصلي من أجله، بصلي ربنا من أجل كل المتكلمين. بضع بين إيديك ربنا اليوم ابنك كريم بكل ظروفه، في حياته، في خدمته ربنا، في كل كلمة تدي له ربنا الحكمة أنها تكون كلمة حسب قصدك وحسب إرادتك وحسب مشيئتك ربنا. يا رب صلي أنك أنت في هذه الأيام ربنا الذي كسر فيه الشر ربنا وازداد فيه شر، أن تحفظنا في حقك، أي تثبتنا في كلمتك، لأن كلامك هو حق. في اسم المسيح نصلي، ولك مع الروح القدس كل إكرام وكل مجد. آمين 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 جناب القسيس. القرآن وأساطير الأولين، اتفضل أخونا كريم. نعم بالفعل هو القرآن أساطير الأولين، وهذه التهمات كانت تأتي لمحمد بين الحين والآخر، بين كل حدا بصوب كانوا يتهمون محمد إنه بأساطير الأولين. في سورة الإسراء طلبوا من الرسول معجزة وقالوا له يا رسول الله، وهذه أيضا تكمل الحلقة القادمة معجزات ليلية للرسول، ولكن أيضا تصب في موضوع هذه الحلقة. طلبوا من الرسول معجزة، جاءوا كفار قريش، وجاء من كفار قريش من مثقفينهم وله بصمة جدا في التاريخ ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام وفي الإسلام أيضا. جاء أحد مثقفين قريش وهو من كبارهم، هذا الشخص كان يتكلم لغات عدة، وكان يسافر إلى إيران ويسافر إلى الشام، وسافر أيضا إلى مصر في زمن محمد، وهو النذر بن الحارث. النذر بن الحارث هو شاب مثقف ويدرس ويعرف لغات أيضا، وهو من مثقفين قريش. كانت في تاريخ العرب في كتاب معارضة الأحوذي ما قبل الإسلام، بيقول صاحب الكتاب أنه كل شخص كانت عنده مشكلة يأتي إلى النذر بن الحارث. هو ليس طبيبا، ولكن في بعض المشاكل، لأنه رجل يقرأ ويكتب ومتعلم لغات ومتعلم ثقافات، كانوا يسألون على هذه المواضيع. أنت كرجل تقرأ وتكتب وتسافر وتفهم الثقافات والحضارات، ما رأيك بهذا الموضوع؟
يوم من الأيام جاءوا العرب وقالوا لنا ظهر فينا نبي جديد واسمه محمد، وهذا الموضوع بالمدينة. هو لم يكن يعرف محمد في مكة، ولكن محمد عندما انتقل للمدينة تعرف على النذر ابن الحارث. والنذر ابن الحارث قال لهم هو نبي؟ قالوا لا نبي، خليني أروح أشوفه. راح سلم عليه قال له أنت نبي؟ قال له نعم. قال له إحنا في أمس الحاجة إلى الماء ومحتاجين منك تجيب لنا مية، تطلع لنا مية من الأرض، فجر لنا ينبوعا من الأرض، وهي موجودة نصا في سورة الإسراء. محمد قال له ما أنا إلا بشر رسول. قال له أيوة بشر رسول، يعني البشر رسول جاي يعمل إيه؟ مش جاي يعطي معجزات لكي الناس تصدق نبوته. محمد قال له ليس لي معجزات، ما وما منعنا أن نأتي بالمعجزات إلا وكذب بها الأولون. يعني أتيت بمعجزات إله محمد، يقول له محمد حسب وجهة نظر محمد يقول الإله قال لي أنا أتيت بالمعجزات من أول، ولكن الناس كذبوها. هل بالفعل الناس كذبوا المعجزات؟ أليس معجزات المسيح الصارخة؟ أليس معجزة موسى ومعجزات موسى كثيرة جدا وموجودة؟ أليس الناس آمنت بمعجزة موسى؟ أليس الناس آمنت بمعجزة المسيح؟ كيف كذب بها الأولون؟ قال أنا ما عندي معجزة. قال للرسول هذه حجتك؟ قال له هذه حجتي. قال له أوكي، أنا عندي ثلاثة أسئلة أسألهم لك، وإذا أنت جاوبت عليهم فأنت نبي مرسل من الله راح أؤمن به. محمد قال له أسأل الأسئلة عاد تفضل. السؤال الأول ما هي الروح؟ السؤال الثاني كم عدد أهل الكهف؟ السؤال الثالث من هو ذو الغرنين؟ تفضل يا رسول الله جاوب. قال له جاوب إيه؟ قال له جاوب الأسئلة. قال له إزاي؟ أنا ما ينفعش أجاوب بدري، أنا أكتبهم بورقة وأحطهم بجيبي وأخذهم للبيت وأنتظر الوحي يجي ويجاوبني، لأني أنا ما بتكلم من تلقاء نفسي، أنا عندي وحي هو بيقول لي قول كده قول كده. قال له خلاص لك ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. أعطى محمد ثلاثة أيام فرصة وقال للناس انتظروا، هو ممكن يكون نبي، احنا مش عارفين، هو الرجل لا يؤمن بشيء، الرجل هو يهودي ولكن لا يؤمن بالأديان، يعني ككل من خلفية يهودية نعم، بس هو بحسب التدقق ان هذا الشخص اصلا لا ديني، بس هو من خلفية يهودية نعم. خذ محمد الورقة ومشى للبيت وكان منتظر محمد ثلاثة أيام، ثلاثة وأربعة وخمسة ماكو، أسبوع ماكو. قام يحدث الناس بالشارع، أين صاحبكم اللي يدعي النبوة؟ ثلاثة أسئلة منعته أن يأتي ويجاوبني على أسئلة. من بعد 15 يوم شاف محمد بالشارع، مسك الرسول. يا رسول الله، قال نعم. قال أين الإجابات على الأسئلة؟ سألتك أسئلة بسيطة جدا وهي ثلاثة أسئلة، لماذا لا تأتي بالإجابة؟ قال لا، ما انت مش عارف. قال مش عارف ايه؟ قال لما انا اتيتك بالاجابه في ثاني يوم، مش ثالث يوم، ثاني كمان، اجيتك بدري يوم كمان. قال اوكي فين؟ قال لما انا اول ما رحت للبيت من النار رفعت ايدي للسماء اتكلم مع جبريل، اتكلم مع الله، انه ثلاثه اسئله سالوني المشركين ولا اعرف اجابتهم، وهذا موجود في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير. الكلمه هذه اساطير الاولين اكتتبها تملى علي بكره واصيلا. قال له اوكي، جيت رفعت يدي للسماء وتكلمت مع الله وسالت هذه الاسئله، قلت له سالوني المشركين واريد الاجابات، والله بعث لي بالاسئله في جبريل، ولكن جبريل اتى للباب وزعل ورجع ما اعطاني الاجابات. ليه؟ قال له ما انت مش عارف، انا كان عندي كلب بالبيت ميت، والملائكه لا تدخل بيت فيه كلب. بعدين عندما صعد جبريل اوحى لي بالمنام مره ثانيه، قال لي يا رسول الله أتى جبريل الباب وجايب الأجوبة معاه بس زعل ورجع. بعدين قال عندي كلب ميت بالبيت ونعم الأعذار، الملائكة لا تدخل بيت بكلب. أنا مش عايز أقاطعك أخ كريم، لكن إحنا عندنا مثل في مصر يقول لك هو البعيد ما بيشمش، يعني كلب ميت يعني لمدة أسبوع تحت السرير، يعني كلب ميت مستني حد يجي يقول له طلع الكلب الميت من البيت. ده يعني مش فكرة نبي، ده إنسان بيشم مش موجودة. أنا آسف للمقاطعة، بس يعني الكلمة حكمت يعني. هذا رأيي هو أصلا، حتى الكلب هسه ما شميته. أوكي أنت ما تذكر عندك كلب بالبيت ما يريد أكل ثلاثة أيام أربعة أيام ميت، يعني ما تسأل علي؟ أنا عندي قطة يوم لو ساعتين ما أشوف راح أسأل فين قطتنا اليوم؟ ساعة طبيعي، أنت عندك حيوان مهتم بيه بالبيت ما بتعرف فين راح. ثلاثة أيام في حديث يقول أسبوع، سبعة أيام أو ثلاثة أو يومين،
كلب تحت السرير ميت زعلجه. هذا رأي الغرطبي. رأي الطبري يقول لا، هذه قصة الكلب هي موجودة بس هي ليست هي الأساس. الأساس الرسول ما قال إن شاء الله، والآية جاءت بعدها ما لا تشاءوا إلا أن يشاء الله. محمد ما قال أتيك بالإجابات إن شاء الله، قال أنا أتيك بالإجابات ثلاثة أيام. أنت لازم تقول إن شاء الله، ما قلت إن شاء الله فجبريل زعل وما أجاك. هاي لمدة 15. بعد هذا الحوار قال له أوكي الآن أنا خلاص فهمت يعني العذر. الآن حاليا نظفت البيت وجاك جبريل وزي الفل، قال له آه، قال له جبت الإجابات، قال له آه جبت، قال له تفضل قرأ السؤال الأول ما عدد ذلك. قال له يقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، أوكي، يقولون أربعة وخامسهم كلبهم، ويقولون ستة وسابعهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لا يعلم عددهم إلا الله. طيب أين الإجابة؟ ما بدي أي واحد يقولها يعني، لا يعلم عددهم إلا الله. ما أعرفش، أنا ما أعرفش. طيب العدد كم؟ قال لا يعلم عددهم إلا الله وقليلا من الناس. كل الآراء اللي الناس تقولها كذب. طيب العدد الحقيقي كم؟ قال أنا ما أعرفش. هاي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية ما هي الروح؟ قال أقول الروح من أمر ربي، كمان ما أعرفش. ما هي الروح؟ قال الروح أمر ربي. طيب أمر ربك مش ربك جاك بجبريل ويقول لك يا أم لا، من أمر ربي. طيب عبد الغرنين هو الإجابة البسيطة هي اسكندر المقدوني. من هو ذو الغرنين؟ كان يقول ببساطة اسكندر المقدوني، قال له أطرى عليك فكرا، ورأى ذو الغرنين الشمس تغرب في عين حامئة ويأتي بها من المشرق والمغرب، وقصة إبراهيم والنمرود وهذه الكلام. قال أين الإجابات؟ قال هذه الإجابات. قال له محمد هذه أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها تملى علي بكرة وأصيلة. هذه أساطير الأولين يا رسول الله، أنت جمعتها من الآخرين وجبتها. ذو الغرنين أنت مش عارفة، لأن في ثلاث حضارات كانت تتكلم على ذو الغرنين، كل حضارة تتكلم بطريق مختلف. عددها الكافية موجودة في عدة أساطير، موجودة في الأساطير اليونانية، موجودة في أساطير البابلية، موجودة في أساطير أخرى، حتى عند اليهود بالتلمود أيضا موجودة. أنت ما تعرف عددهم لأن كل أسطورة تقول عدد معين، وأنت ما عرفتهم، إذن أنت ليس من الله. خلاص هذا بعد عن محمد، وقال صاحبكم ليس نبيا، أنا اختبرته وهو ليس نبيا، طلبت منه معجزة ما أعطاني معجزة، طلبت منه إجابة على أسئلة والأسئلة موجودة بكتب، ولكن هو لم يستطيع يجيب المعلومة الحقيقية، وقال لا أعرف ولا أعلم والله أعلم وأنا ما أعرف. هو في سؤال أخ كريم، في سؤال، لأنه الآية القرآنية في سورة الكهف 22 يقول كل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم، وأنت قلت ذكرت الكلام ده، ما يعلمهم إلا قليل. طب إذا كان في قليل يعلمهم، يعني قليل من الناس بيعرف عددهم، أليس من الأولى إن كان واحد من القليل يكون نبي؟ يعني لو في قليل من الناس، قلنا خمس أفراد من الناس في وقت محمد أو فردين أو ثلاثة، مش كان المفروض أن يكون أول الناس الذين يعلمون بعددهم يكون نبي؟ يعني إزاي الله يعلم قليل من الناس مش أنبياء والنبي ما يعرفش ويجهل وجاهل؟ هو الآية نفسها بتؤكد أنه مش نبي. يعني إذا كان الله، يعني الله في الكتاب المقدس دايما بيتكلم أنه يعطي سره لعبيده الأنبياء، فهين النبوة هنا إذا كان حد، إذا كانت الآية فيها إن في عدد قليل عارف عدد أهل الكهف، بس مش محمد، لأن محمد مش عارف، محمد قدم كل الاحتمالات. فده سؤال ما أعرفش إذا كان عندك إجابة عليه، ولا أخواتنا المسلمين عندهم إجابة عليه ولا لا. الطامة الكبرى ابن عباس في تفسير الطبري يقول وأنا من 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 وأنا من الناس الغليلين اللي أعرف عددهم. طيب ابن عباس يعرف والنبي ما أعرفش؟ ما أعرفش. ابن عباس في التفسير قال وأنا من الغليلين الذي أعرف عددهم، وكمان لم يذكر لنا العدد، يعرف وسكت كمان. الآية القرآنية هي تعطي احتمالات، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن ستة، ممكن سبعة، وما حد يعرفه. محمد منين جاب هذه الإجابة؟ جابها من أسطورة بابلية. أسطورة البابلية ما بتقول كلب، هي بتقول كيل، هم كتبوه غلط، هم ستة وسابعهم كيلهم، هم عددهم ستة. الأسطورة بتقول كذا، هسه الأسطورة حقيقية أسطورة هي طبعا. الأسطورة بتقول هم ستة وسابعهم كيلهم، والكيل باللغة
في لغة ذلك الوقت أو لغة الآشوريين أو السريان أو اللي في بابل كانوا يتكلمون أو الكتب والأسطورة. الكيل هو ملاك ملاك، الملاك يعني يحرسهم من الله، هم ستة وسابعهم كيلهم، هذه الأسطورة هكذا تقول. محمد الكيل سمى كلب، معهم كلب يعني، والكلب طبعا اسمه غطمير وباسط ذراعيه وكان ينام على الشمال وينام على اليمين، والمفسرين عرفوا الكلب وعرفوا وزن الكلب وحكاية الكلب كلها، بس ما عرفوا دول الجماعة مين، كيف ناموا، متى ناموا، هذه كلها ما بيعرفها. هي أسطورة هي أخذت من أماكن غير حقيقية أو هي أساطير يعني الناس تتداول بها. محمد جابها، قال الجماعة هذا النذر من الحارث صاحبكم ليس بنبي، ليس بنبي صاحبكم، طخوا رأسكم بالحيط، هذا الرجال كذاب وليس نبي. هذه أساطير الأولين اكتتبها، وعد عدة في التفاسير المسلمين ما بعرف ليه كتبوا هالموضوع، يعني المسلمين كتبوا مناظرة النذر من الحارث مع الرسول، مناظرة كتبوها المسلمين بنفسهم، هاي المناظرة انتصر بها النذر بن الحارث، والأسئلة لحد الآن موجودة والقرآن ما بيجاوب عليها. طيب شو اللي حصل؟ اللي حصل النذر بن الحارث خبر الناس أن هذا الرجل ليس نبي، لا تتبعون هذا. محمد استمر بالغزوات وبالحرب وقام يجيب الناس بالسيف، وقال أبو هريرة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأتون بهم بالسلاسل حتى يدخلوا الإسلام، وهذا الحديث في هذه الحادثة بالضبط. محمد بدأ يعني يقتل ويعطي أموال ونسوان ويوزع نسوان، والنذر بن الحارث كان ماخذ للناحية الثانية يقول هذا الرجال كذاب وليس نبي ولا يعرف الأنبياء ولا يعرف قصة الأنبياء ولا يعرف أي شيء عن الكتب ولا يعرف أي شيء عن الأساطير، ولا يوجد جبريل يتكلم مع هذا الشخص، هذا يدعي بس، هو ماخذ عليكم بالسلطة والأموال والسيف. هذه كانت وجهة نظر بن الحارث. في حرب بدر، في غزوة بدر، محمد تغصد يغزو منطقة بدر اللي هي في ذلك الوقت كان هي على اليهود طبعا، يعني يغزو منطقة يهودية سماها بدر، يعني قال لك لازم ضروري. الصحابة قالوا يا رسول الله ما هو الفائدة من بدر؟ يعني أكثر البدريين أسلموا، إحنا غزيناها مرتين قبلها، والناس اللي كانوا موجودين هناك في بدر إحنا ما عندنا أي مشكلة معهم، ونروح لهم ونرجع لهم، ما هي الفائدة من الغزو؟ قالوا في فائدة مهمة جدا، انتم مغزوا لي بدر وانا بقول لكم ايه. غزوا بدر وخذوا منهم اسرى، طبعا الناس نايمين ومؤمنين، ومحمد عنده اتفاقيه معهم يروح لبلدهم اصلا، بيعرفونه ويعرفوا البعض امن بيه والبعض ما يؤمن بيه، عارفين محمد ما عنده اي مشكله معهم. باللي نايمين وجتهم الخيول والسيوف، تحاصرت المنطقه كلها واخذ جميع الناس اللي في تلك الغريب. من ضمن الناس اثنين كانوا النذر بن الحارث وابن ابي المعيط، ابن أبي المعيط والنذر بن الحارث، أخذوهم كلهم، الرسول شافهم خلاص ارتاح يعني، وصلهم إلى المنطقة اللي هو يريدها، ترك النساء طبعا وترك الأطفال في هذه الغزوة وأخذ بس الرجال. الناس ما كانت خايفة من محمد، لأن كان عندهم تواصل مع محمد، كان يحاول يقنعهم، يحاول يتكلم معهم يشوفونه شو اللي حصل معه. أجى وقال ناخذ فدية من الأسرة، وهذه آية قرآنية، ناخذ فدية من الأسرة ونترك الأسرة. قالوا له أوكي. جماعة النذر بن الحارث والنذر بن الحارث وابن أبي المعيط اثنينهم بالأسر كانوا موجودين، كانوا مربوطين وبالأسر مع الأسر. جماعة النذر قالوا لا تخاف، أنت صح كبيرنا وصح أنت المثقف بيناتنا، بس لا تخاف، الرسول سمعنا يتكلم مع الصحابة راح يأخذ فدية من هنا بعض الأموال ويتركنا. قالهم ممكن يترككم أنتم بس أنا ما بيتركني. قالوا ليه؟ قالهم نظر إلي بعيني بهم الموت، وهذا موجود في تفسير غرطب، الرسول نظر إلي بعينين بهم الموت، هو كان يتغصدني في هذه، هو لم حتى فدية ما يأخذ منكم. تركهم قال لهم اللي عنده أموال يطلع واللي ما عنده أموال، في ناس قالوا إحنا ما عندنا أموال تقتلنا، قال لا ما أقتلكم كمان أسيبكم، بس بشرط أنكم تعلمون 10 من العرب الغراء والكتابة، يعني العرب أميين تخيل ما بيغرون لك. قال لهم علموهم اللي يعرف يعلمهم اللي ما يعرف، خلاص تركهم كلهم، خلف بغى فقط النذر بن الحارث وابن أبي المعيط. أمر علي قال غطى أيديهم، غطى أيديهم بعدين غطى أرجلهم، غطى أرجلهم بعدين أضرب عنقهم، قتلهم، تلذذ بغتلهم الرسول. سأل الرسول لماذا؟ قال هذا يحرجني في النبوة، يسألني أسئلة أساطير الأولين. ماذا قال النذر بن الحارث عن أساطير الأولين؟ النذر بن الحارث قال قصة الفيل هي من أساطير الأولين موجودة قبل الإسلام، قصة الغمر دنت الساعة وانشق القمر موجودة أساطير هي قبل الإسلام،
قصة أهل الكهف هي أساطير موجودة قبل الإسلام. سورة الماعون موجودة أساطير قبل الإسلام. سورة الشمس والشمس والضحى هي أساطير موجودة قبل الإسلام. وعد آيات كثيرة جدا جدا توصل إلى 230 آية، 230 آية من 114 سورة. تخيل في أكثر من نصف من القرآن قال هذه هي أساطير الأولين، هذه أساطير الأولين وكانت موجودة. الآن عفنا من ذنب الحارث، رجعنا يوم بالإسلام، خلينا نكون محايدين في هذه النقطة وإحنا نبحث. نملة سليمان ليست موجودة في التلمود البابلي، نملة سليمان وادخلوا مسالككم ليست قصة بالكتاب المقدس وليست وحي من الله، هي أساطير كتبوها ناس يمدحون بها سليمان بقصتهم مع سليمان. قصة داود والتسعة وتسعين نعجة اللي جاء بها القرآن بنفسه وجاءت بها آيات قرآنية أليست موجودة في التلمود البابلي باللغة العربية؟ التلمود البابلي موجودة وموجود لها شبيه بالكتاب المقدس، هو بس خذ محرفها. لا، هو محمد لم ينقلها من الكتاب ونقلها من الأساطير، هي موجودة شبيهة. والآية اللي تقول وكتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا، هي مش موجودة بالكتاب المقدس، هي آية بالكتاب. نعم، كابن آدم قتل أخوه، بس تفسيرها موجود بالتلمود. التلمود استدرج في هذه الفكرة وقال بما أن بشر قتل أخوه كأنه قتل الناس جميعا، وهذه ما كتب علينا الله في بني إسرائيل. محمد راجع وكتبنا على بني إسرائيل، أين كتب على بني إسرائيل؟ في أي كتاب؟ أساطير الأولين ليست كتب بني إسرائيل، هذه القصص والروايات كلها محمد جاء بها. حتى قصة كثير، حتى البقرة الصفراء اللي موجودة. وقصة أهل الكهف أخ كريم يمكن تصححني لو أنا غلطان، أنا القصة دي أصلا كانت يعني موقع دائرة الدراسات السريانية قالوا إن القصة الأصلية اتكتبت باللغة السريانية، واتكتبت بطريقتين، اتكتبت بطريقة العادية اللي هو النثر، واتكتبت كمان بالطريقة الشعر. الشخص اللي كتبها بالنثر كان اسمه زكريا الفصيح، اتوفى قبل محمد، قبل ميلاد محمد نفسه. اتوفى الشخص ده سنة 536 ميلاديا، محمد اتولد سنة 570 ميلاديا، يعني القصة كانت موجودة قبل ميلاد محمد نفسه. وكان واحد تاني اسمه يوحنا الأفسوسي، ده توفى سنة 587 ميلاديا، والاتنين كتبوها. فالقصة نفسها كانت موجودة ومتداولة في اللغة السريانية قبل ميلاد محمد. وهو خد حتى نفس الفكرة، لأنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف، وزي ما حضرتك قلت الفكرة ما كانش كلب، ده هو كان شخص مجهول أو مراقب، سموه كده مراقب مجهول لحراسة النائمين. لكن هو طبعا مع التحريف والكلام ده كله خد القصة مش زي ما هي، كمان حتى موجودة، وزي ما حضرتك قلت غيروا الكلمة إلى كلب. فهو حتى في النقل نفسه، نقل الأساطير، لم ينقل بدقة، وحتى ما لم يراعي الأمانة العلمية. أنت عارف دلوقتي في طريق البحث أخ كريم، لو أنت كاتب بحث وأنا اقتبست، المفروض الأمانة من اللي أنت كاتبه، المفروض الأمانة العلمية تخليني أقول إيه، أنا خدت من كتاب كريم الصفحة الفلانية الفقرة الفلانية، لو أنا عايز أعمل دقة. هو حتى لكان أمين في النقل ولا حتى في أي شيء، وعشان كده طلع لنا أساطير وطلع لنا خرافات مش بس أساطير. اتفضل، أنا آسف للمقاطعة، بس أنا حبيت أكد على المعلومة إن قصة الكهف كانت موجودة حتى قبل ميلاد محمد نفسه. أي بالفعل هي أساطير الأولين تتداول. محمد استغل جهل الناس، جهل الناس استغله، وهذا بمساعدة زيد بن ثابت. زيد بن ثابت قالوا عليه الكتب الإسلامية يهودي له دؤابتين، يعني له ضفيرتين على رأسه، شعره طويل، له ضفيرة يعني دؤابتين، يهودي. حتى ابن عباس قال كيف ناخذ قرآن من يهودي له دؤابتين؟ ابن عباس ينتقد هذه الفكرة يعني في زمن محمد، بس طبعا أغوال هي، لأنه آمن بها بالأخير، هي بعض الأغوال. هذا الشخص كان يترجم لمحمد، يروح محمد يجيب الأساطير بكتب تانية أو يسمع عنها. محمد كان شاطر، كان بيسافر وكان بيروح لبلاد، وكان راح للشام مرتين بيسافر يعني، وبيعرف، وكان بالتجارة يسمع هذه الأساطير وهذه الناس اللي موجودة. وهناك أيضا خمس أنبياء كذبة في التاريخ الإسلامي كانوا يتداولون هذه الأفكار.
محمد اللي استغل جهل الناس هو ترجم هذه من لغات أخرى إلى لغة عربية، والناس ما كانت تعرف مين منين جابها منين ترجمها. مثل النذر بالحارث اكتشف قتله، مثل عندك واحد تاني أيضا كعب بن الأشرف اكتشف هذه النقطة قتله، منهم أم غرفة الأمرأة العجوزة اكتشفت قتلها، منهم شو اسمه الحكم أيضا، الحكم ابن جبل تقريبا أو ابن الحكم، الحكم أيضا محمد قتله. عندك أيضا حكيم عربي، أيضا هناك طبيب عربي سموه المسلمين أبو جهل وأبو الحكم، هو طبيب عربي أبو الحكم، وكان طبيب عربي وكان محمد يداوى عنده، محمد قتله. كل واحد اكتشف هذه النقاط وقال له محمد هذه موجودة قبل الإسلام، أنت ما جئت بشيء جديد تم قتله. لهذا السبب محمد نجح في هذه الفكرة، الناس جهلة واستغل جهل الناس وقال لهم هذا جبته من الله. الآن المسلمين أخواني وأخواتي اللي موجودين معنا، تم موجودين الآن في عالم مفتوح، تم ما بتحتاجون ترجمة الآن، ولا تحتاجون شخص مترجم لكم، ولا تحتاجون أي شيء، تم محتاجين إنترنت، وكلكم عندكم الحمد لله إنترنت. افتح الإنترنت وترجم أي نص، كل النصوص اللي جاء بها محمد هي موجودة. تعرفون قصة أهل الفيل وأبرهة والفيل موجودة قبل الإسلام، بالنص موجودة، بالشعر موجودة، ولكن مش بلغة عربية، هي بلغة حجازية قبل العربية في لغة مختلفة سريانية آرامية انكتبت بين أبراهام وبين شخص في موجود في مكة، وهذه قبل الإسلام وموجودة، والفيل وقصة الفيل، وماكو فيل أصلا ولاكو طير أبابيل، الحكاية هي حكاية رمزية شعر بين اثنين يتداول، محمد كتبه. وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لا لم نرى شيء، ما رأينا، لم يكن في زمننا أصلا، ولم تكن في زمن محمد أساسا هذه أساطير. فاليوم على المسلم أن يفكر، هل هذا كلام الله ولا هي أقوال مجمعة من قبل الإسلام تم ترجمتها للغة العربية؟ والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلام. شكرا أخي كريم. أهلا أخونا سيد النمر. إحنا النهاردة بنتكلم في موضوع يمكن من الموضوعات المهمة عن أساطير الأولين، القرآن وأساطير الأولين. أخونا كريم خدنا في رحلة كده رائعة، ذكر أكتر من حاجة، وكان منهم موضوع أهل الكهف، وإحنا كنا لسه بنتساءل الأخ كريم على أهل الكهف، لأن في سورة الكهف 22 بيقول إن في عدد قليل من الناس يعرف عدد أهل الكهف، بس مش من ضمنه محمد. وأخونا كريم أضاف إن ابن عباس قال أنا كنت واحد منهم. فواحدة من الحاجات الكتيرة ذكر كمان القصة بتاعت داود والتسعة والتسعين نعجة وكل الكلام ده، إزاي رسول الإسلام أخذ واستغل جهل الناس وابتدى يتكلم من أساطير الأولين، والناس عرفوا على فكرة، لأن الناس المتعلمين ومثقفين في الوقت ده عرفوا إن الكلام اللي بيقوله حتى مش حقائق، هي مجرد أساطير قديمة. يعني طبعا احنا لو توسعنا في كل واحدة من دول ونشوف الخلفيات بتاعتهم هنحتاج وقت طويل جدا جدا. فاحنا هنا عندنا واحد، يعني انا اللي انا عايز بس الخصه في حاجة، مش بس في الحلقة دي لكن حتى في الحلقات السابقة، عندنا واحد شاكك في القرآن في الوحي، الناس قالوا على الوحي اللي بيجيبه لهم ان هو اساطير الاولين، شاكك حتى في نبوته، هو ما كانش عارف مين اللي كلمه، ولسه النهاردة إخواتنا المسلمين بيتبعوا أساطير وخرافات الأولين. ده واحدة من الحاجات اللي النهاردة إحنا بنصلي أكيد من أجل إخواتنا المسلمين أن الرب يفتح عينيهم، عشان بدل ما يتبعوا شخص مجهول. على فكرة أخ كريم، حاجة أنت ذكرتها في البداية أنا عايز بس أكد عليها قبل ما أدي المداخلة لأخونا سيد النمر، واحدة من الحاجات اللي أنت ركزت عليها لما قالوا له اعمل معجزة، احنا عايزين مية، وقال لهم انا نبي ما اعملش معجزات، انا بجايب المعجزات. ويمكن انت ذكرت بسرعة فكرة ان هو قال لهم المعجزات ما نفعتش والناس ما صدقتش المعجزات. كذب بها الاولون. في خروج، في سفر الخروج اصحاح 4، عكس تماما اللي قاله محمد. نبي الله موسى، طبعا ده نبي حقيقي، نبي الله موسى في خروج 4 لما الله أرسله عشان يخرج شعب بني إسرائيل من أرض مصر، قال له ها هم لا يصدقونني، قال له أنا لو رحت مش هيصدقوني،
في عدد واحد، فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. ربنا أجاوب على موسى إزاي يا أخ كريم؟ إداله ثلاث معجزات يعملهم عشان الشعب يصدق، اللي هي فكرة دخل العصا، اطرح العصا على الأرض فصارت حية، امسكها رجعت عصا مرة تانية. فبيقول إيه؟ كمان حط إيدك، فصارت عصا في يدي. فبيقول لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إلى أباهم، إلى إبراهيم وإلى إسحاق وإلى يعقوب. يبقى الله بيقول لعبد موسى إن لما تعمل المعجزة دي هيصدقوا أنك أنت إلى أبائهم، إلى إبراهيم وإلى إسحاق وإلى يعقوب. الحاجة الثانية، لو الله أرسل نبي بالمعجزات والشعب لم يصدق المعجزات، يبقى هنا هذا الإله لا يعرف، لأنه لو عارف وعارف أن الشعب مش هيصدق بالمعجزة، إيه فائدة المعجزة؟ يبقى هنا أنت بتتهم الله بعدم المعرفة. وطبعا لو إحنا درسنا شخصية إله الإسلام في القرآن هنلاقيه لا يعلم ولا يعرف أشياء كتيرة جدا جدا. فهنا وهو بيقول أني لو أنا عملت معجزات الناس ما صدقتش المعجزات اللي قبل كده، وده سبب يخلي الله يبعتني من غير معجزة، دي إساءة لله. لأن الله لما أرسل نبيه موسى عمل المعجزات، على فكرة المعجزات دي مذكورة كمان في القرآن، عمل المعجزات والناس صدقته. طب أنت في قرآنك نفسه شفت أني الله أرسل موسى بمعجزات والناس صدقت معجزات موسى، فتيجي بيقول لا يصدقوني كمان ما صدقوش، يبقى أنت نفسك بتنكر القرآن اللي كتبت فيه الكلام ده. وحاجة تانية بتسيء إلى الله لأن الله مش عارف، فدي حاجة من الحياة اللي أنت فيها بتسيء لله. الله في الثلاث معجزات اللي في سفر الخروج 4، الحية مصدر خطر، العصا موسى كان بيستند عليها وكان بيحمي بها الغنم. فالله عايز يقول لموسى أنا القادر على التحويل، أنا قادر أحول الشر لخير، وكمان أحول الخير لخطر للناس اللي ما يصدقونيش. فالعصا اللي هي عصا الحماية وعصا كمان الرعاية، والعصا اللي كمان بيستند عليها موسى وطالع الجبل وبيرعى الغنم، اتحولت لخطر. لكن الله لما يقول لك امسك الخطر ومسكت الخطر، بيحول الخطر لمكان للسند مرة تانية. الحاجة التانية، المعجزة التانية، ادخل يدك في عبك وطلعت برصاء، رجعها تاني رجعت سليمة. الله عايز يقول أنا قادر على تغيير طبيعة الإنسان، جسد الإنسان، لأن أنا خالق الإنسان، فأنا لا أقدر أخليه يصدق. الحاجة التالتة كانت فكرة المياه اللي ياخد المياه من النار وبعد كده تصير دم. فهنا الله عايز يقول إذا كان الإله حابي، اللي هو النيل كان اسمه الإله حابي، الناس بيشوفونه مصدر الحياة، أنا عايز أقول للناس ده ممكن يكون مصدر موت، لأن ما فيش مصدر حياة غير الله نفسه. فهنا محمد بينكر كل ده، محمد بيضرب بعرض الحد حتى الكلام اللي هو قاله وحتى الكلام اللي هو كتبه، لأنه كان دائما في حالة نسيان، عشان كده قال له أنا قراءك فلا تنسى عشان يحل المشكلة إلا ما شاء الله. فده بيسيء إلى الله. آسف للإطالة، بس أنا بحبيت أربط بين الحاجات دي وأربط بين كلام اللي قاله أخ كريم إنه محمد قال إن كل الأنبياء كده جنب معجزات محدش صدقهم. لا، الناس صدقتهم والناس آمنت بسببهم، ونقدر نجيب آيات ونقدر نعمل حلقة على المعجزات اللي عملها الرب يسوع، اللي عملوها الأنبياء وإزاي الناس صدقت في المعجزات دي. أرجع تاني أرحب أخويا سيد النمر. أهلا أخونا سيد النمر. أهلا بك حضرة السيد ثابت وأخونا الحبيب كريم، ربنا يبارككم. أنا قبل مدخلتي بس كان ليا سؤال مهم لإخواتنا المسلمين ولمقدم الحلقة أخويا الحبيب كريم. السؤال المطروح بناء على الكلام اللي وضحه أخونا كريم إن القرآن مصادره هي مصادر أسطورية وخرافية، السؤال هنا اللي بيطرح نفسه لماذا لم يأخذ الإسلام القصص القرآني من كتب أهل الكتاب
وراح اقتبس من الخرافات. أليس ديت ليها علامة استفهام كبيرة؟ هل هو تعمد أو أمر من محض الصدفة؟ يعني ده سؤال مهم. يعني لما يروح ياخد قصة سليمان من قصة خرافية، أو قصة إبراهيم من قصص خرافية، أو قصة موسى من قصص خرافية، أو قصة مثلا اللي هو ابن كوش اللي هو النمرود ياخدها من قصة خرافية. فيعني هل كده هو تعمد تضليل الناس؟ فإن كان القرآن هو كتاب حق من عند الله، فلماذا لم يلتزم بالقصص الحقيقية اللي موجودة في عند أهل الكتاب، وهي كتب تستقيم، يعني قصص تستقيم مع العقل والمنطق؟ فمثلا لو خدنا مثال بسيط، بس ده سؤال حبيت أسيبه مع المستمع ومع أخونا كريم لأن السؤال ده مهم، لكن المداخلة اللي أنا بصدد أن أنا أشارك بها في سورة الشعراء من آية 69 لآية 83، اللي هي بتتكلم على موضوع النبي إبراهيم وتحطيمه لأصنام أبيه والأمور دي كلها. طبعا هو الكلام اللي اتذكر في القرآن ده، وانت مفكر ان هو كلام من عند الله وما كانش حد من البشر يعلم به، وان المفروض المصدر الاول هو الله وجبريل ووصل لمحمد نبي الاسلام، ومحدش من الناس اللي قبل كده كان يعرفه، لان المفروض هو بيتلقى الوحي من عند الله. اذن هذه القصة محدش يعرفها لمين الا الله وجبريل ومحمد نبي الاسلام بعد كده. طيب هنجد ان القصة دي هي متاخدة من شيء في تفسير اليهود اسمه مدراش ربا. مدراش ربا ده زي كتب التفسير كده، مثلا زي ما تقول في الاسلام مثلا كتاب تفسير الطبري، كتاب تفسير ابن كثير، القرطبي، للزمخشري. فهو مدراش ربا تفهمه كده، يعني حاجة تفسيرية. فهل القرآن بياخد عن بشر بيفسره؟ طب مدراش رب ده كان بيفسر ايه في قصة ابونا ابراهيم في سفر التكوين؟ هل هو بيفسر بالتفسير الرسمي، مقارن الكتاب المقدس بالكتاب المقدس علشان يقول لنا ايه اللي حصل مع ابراهيم في سفر التكوين 15 عدد 7؟ لا طبعا. مدراش رب ده كتاب الحكواتي كده، يعني ممكن ان هو يسرح بعقلك ويجيب لك اي حكاية خرافية ويألفها لك ويقول لك هو ده التفسير لسفر التكوين إصحاح 15 عدد 7. ده سفر التكوين إصحاح 15 عدد 7 يقول إن في سمة ربط ما بين أبونا إبراهيم وأبوه وقصة الأصنام وبيع الأصنام وتحطيم الأصنام لكن ده وجدناه في تفسير مضلل. ده تفسير مضلل إخواتنا الغاليين. فلماذا لم يأخذ إله الإسلام قصة نشأة إبراهيم ومغادرته الأور الكلدانيين من أول إصحاح 12 لغاية يمكن إصحاح 13 و14 و15 و16 و17 لغاية يمكن إصحاح 21 أو 22؟ فهنا لازم يكون في علامة استفهام عندك، لماذا أخذ القرآن القصص الموجود فيه عن السابقين من الخرافات والأساطير؟ يعني ده يعتبر خراف، ولا اليهود نفسهم يؤمنوا اللي موجود في مدراش ربا ده في الفصل في فصل 17 في تفسير سفر التكوين للآية 15 عدد 7 لا يعتبرون انه تفسير صحيح اصلا. يعني حتى لو انت رحت سألت واحد يهودي وقلت له هل التفسير ده يمشي مع قصة ابراهيم، يقول لك لا ده كتب كده يعني ايه تشويق وتسليه كده، لكن لا يمكن ان هي دي يكون ليها اصل، لان هو هيجيب اصلها منين اصلا؟ يعني هل الله اخبره ان ابراهيم يعني الراجل اللي بيفسر بدردشه فيها اسطوره ده جاب منين القصه اصلا؟ يعني هل بيوحي اليه؟ هل المفسر يوحي اليه؟ لا، لابد يكون في مصدر. فين مصدره؟ ما فيش مصدر. لكن احنا مصدرنا الوحيد سواء عند اليهود كمصدر رسمي هو الكتب الموحى بها من الله، بتقارنها ببعضها تبدأ تعرف مصدر الأحداث، لا تقدر تزيد عليها ولا تقدر أنك أنت
يعني تزيد عليها ولا تقلل منها. فهو ده الإشكالية اللي أنا حبيت إن أنا أشارك بيها، لماذا تعمد إله الإسلام أو كاتب القرآن نفسه، لأنه طبعا كده هو مش وحي من عند الله، يعني كده أثبت من خلال الأخ الكريم إن هو مش وحي من عند الله أصلا. فلماذا أصر إن هو ياخد من الخرافة ويتجنب إن هو ياخد من الكتب الحقيقية؟ وشكرا لكم، أنا معكم على السلامة. شكرا أخونا سيد النمر. يعني كمان بالإضافة لسؤالك، طالما إحنا نسأل أخ كريم بالمرة، أنا هقول سؤال أخ كريم: هل محمد قبل ما يموت عرف إيه اللي اتكتب في القرآن؟ بالفعل لا، ما كان يعرفه. طيب يبقى أنا كده دافع عن محمد وأقول الرجل مظلوم وكان بريء ولا كان بيعرف حاجة. ما كان يعرف هو، وبالدليل كان يوم من الأيام يصلي وفي صحابي جنبه يصلي، وفي صلاة المسلمين في شيء اسمه مستحب أنك تقرأ آية من القرآن، والعلماء دائما يقول لك هو المستحب أنك تقرأ آية قصيرة يعني ما تطول بها، لا يقول أعوذ برب الفلق مش عارف مين، أقول أعوذ برب الناس، 4-5 آيات بسيطة وخلصت. يعني في شخص كان جنب الرسول، طبعا الرسول لم يشير لآية، قال لنا آية والرسول يسمع كان لما يقرأ الآية. خلصت الصلاة الرسول مسك منه قال لي ليه تقرأ وانا شيء ما اعطيتك اياه، يعني انت منين جبت هذا الكلام؟ قال لي يا رسول الله الا تتذكر كنت في بيت فلان ونزل عليك الوحي واعطيتنا ايه؟ قال لي اوه تذكرت هذه ايه، نعم نزلت وسقطتها من سوره كذا وكذا واكتبوها بالقران. طبعا احنا ما نعرفها، الرسول قال كذا وكذا فهي مش معروفه. فهذه الحكايات والروايات، محمد ما كان يعرف هذه الامور، ما كان يعرف ناسخ ومنسوخ وكل. ناس كتبوا بعد وفاه محمد بمئات السنين واعطوه للمسلمين وقال لهم هذا هو كلام الله. بالضبط، حتى ده نفسه، حتى ده الكلام اللي هو يعني كتبه بعد ما، يعني الناس اللي كتبوا بعد مئات السنين، حتى ده نفسه اتغير، لان احنا النهارده القران اتكتب في الفتره القريبه دي على روايه حفص وروايه ورش، فحتى ده نفسه يمكن يعني مرات كثيره هنلاقي ان ده مختلف حتى عن القران اللي عمله عثمان في البدايه، لان عثمان حرج المصاحف زي ما احنا عارفين. وانا اخ كريم، موضوع حرج عثمان للمصاحف ده احنا درسناه في المدرسه في التاريخ، درسناه في المدرسه في التاريخ، يعني حاجه مثبته. ويمكن في سنه 2013 لما الاخوان المسلمين مسكوا حكم مصر، وفي استاذ في الجامعه كان بيدرس الكلام ده سجنوه، فقال لهم ما تسجنوني ليه، ده منهج في الكليه انا بدرسه ليا سنين، بس لانهم هم اتكسفوا من الكلام بتاع حرب عثمان للمصاحف فعشان كده سجنوا المدرس. فهي الفكره نفسها ان المسلمين اللي بيجوا يقول لك الكتاب المقدس محرف، يا عم ده انت عندك كتاب اصلا رسولك شك فيه، يعني شاكك في الوحي ونسي وشك تاني، والناس قالوا عنه اساطير الاولين، وحتى دي نفسها هو كنبي في ناس كانت بتعرف اكتر منه، حتى في العلاقه بينه وبين ستاته او نسائه عمر بن الخطاب نزل له فيها ايات، مش اله اللي نزل له فيها ايات واخدها، وبعد كده تيجي تتكلم على الكتاب المقدس. دي حاجه من الحياه اللي انا بقول لاخواتنا المسلمين، شغل تفكيرك شويه، وبدل ما تتبع أساطير الأولين تعالى للإله الحقيقي وقول له أنا عايز أتبع الحق مش عايز أتبع أساطير الأولين. برجع تاني ليك أخ كريم تكمل الموضوع أو تجاوب كمان على سؤال أخونا سيد النمر. أكيد نجاوب على السؤال ونكمل الموضوع. أخويا مركوز حبيبي السلام ونعم لك، كيف حالك؟ محمد لماذا لم يأخذ من الكتب السابقين أو الكتاب المقدس بطريقة واضحة؟ محمد قال ما جئت إلا لأخالف اليهود والنصارى، جئت أخالفهم. حتى يوم الجمعة عندما تسأل المسلمين لماذا يوم الجمعة تعطلوا، اليهود عندهم أمر منطقي يقول لك أن الله خلق يوم السبت وهذا يوم السبت جعله للاستراحة، ستة أيام تعمل ثم في اليوم السابع تستراح، أي هذا يوم استراحة الله قرره وهو انتهاء الخليقة، معروف عند اليهود وموجودة بالتوراة وموجودة حتى بالإنجيل وموجودة بالقرآن أيضا، حتى بالقرآن موجودة في سورة البقرة أيضا. إذن في يوم معين لليهود يوم السبت،
في يوم الأحد للمسيحيين، كل المسيحيين عارفين أن الرب يسوع المسيح أقام نفسه من الأموات في يوم الأحد، وهذا انتصار على الخطية. لهذا السبب المسيحيين يحتفلون في هذا اليوم ويصلون في هذا اليوم ويعبدون الرب يسوع المسيح في هذا اليوم في الكنائس. المسلمين يوم الجمعة ليه؟ هل ولد محمد يوم الجمعة؟ لا. هل مات محمد يوم الجمعة؟ لا. هل في آية قرآنية تقول إن الله اختار لكم الجمعة؟ لا. سألوا رسول الله، قالوا يا رسول الله ما هو اليوم اللي نعطل به للعبادة؟ قال لهم يوم الجمعة. قالوا لماذا؟ سألوا الصحابة لماذا؟ قال لهم اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وأنا ما جئت إلا أخالف اليهود والنصارى، أنا جئت أخالف وما جئت أخذ منهم. حتى القصص اللي موجودة بالتوراة والإنجيل اللي محمد بعضها جابها بالقرآن جابها متغير، لم يأتي بالقصة بالكامل كما هي موجودة. في ذلك الوقت كان الإنجيل باللغة العربية موجود في بيت الرسول، وعندي دليل أن عمر بن الخطاب كان يقرأ في الكتاب المقدس في بيت الرسول، يعني كان موجود ومترجم باللغة العربية. يعني محمد كان باستطاعته ينقل القصص اللي موجودة، محمد لم ينقل. قال ما جئت إلا لأخالف اليهود والنصارى، جاء لمخالفة الناس هو، ولم يأتي إلى تقليدهم أو ينقل من قصصهم ويقول هذا وحي من الله. هذه النقطة. أخذنا الرسائل بولس الرسول 6 آيات، والستة آيات هي في رسائل بولس الرسول بالضبط يعني، ولكن النص مختلف جدا. نفس المبدأ، هو بيتكلم على نفس المبدأ بس النص مختلف. صلاتنا الربانية اللي بالإنجيل موجودة، اللي كل المسيحيين حافظينها وكل المسيحيين عارفينها، صلاة الربانية أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، اللي أي طفل بيكم مسيحي عارفه ويعرفه. أبو هريرة في البخاري يقول قال رسول الله إذا أحد اشتكى منكم لأخيه داء، يعني في جسمه مرض أو شيء اشتكى لأخوه، فليقول الله الذي في السماوات. كلمة أبانا مش موجودة. الله الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نفس الحكاية بس زادوا أولها قال رسول الله. هو هل بالفعل قال رسول الله أم قال الرب يسوع المسيح؟ المسيحية قبل الإسلام 600 سنة، وقالها المسيح وعلمها وانحفظت قبل الإسلام معروفة. أبو هريرة يقول سمعت من رسول الله يقول هكذا وقال رسول الله، الحديث يعني في البخاري. الصلاة الربانية تخيل في البخاري، ولكن في أولها قال رسول الله، يعني نسبها لنفسه. لا، ما قال رسول الله، كذب رسول الله، لا قال رسول الله ولا حاجة، دي موجودة يعني. فهو يقول أنا ما جئت إلا لأخالف اليهود والنصارى. كان بإمكانه يقول قال المسيح، كان بإمكانه يقول قال المسيح، والنقل يكون صحيح، قال المسيح أبانا الذي في السماوات، وهذه صلاة اللي يحب يصليها. لا، المسلمين اليوم حتى أيضا لا يصلونها، وهي عارفين المسلمين أنه أبو هريرة قال رسول الله. المسلمين اليوم هل سمعت مسلم يصلي صلاة الربانية؟ لا، وهي موجودة بالبخاري. ليش؟ قال لك ما الرسول جاء يخالف اليهود والنصارى، حتى لو نقلها الرسول احنا ما ندعو بها. المسلمين لا يصلون هذه الصلاة اليوم، ولا يعرفون أنها موجودة أصلا، البعض منهم لا يعرف، العلماء لا يتكلمون بها. ليه؟ لأن فضيحة. لو قالوا رسول الله بالمسجد، كل الحضار بالمسجد يقولوا يا بجماعة المسيحيين، احنا شايفينها على اليوتيوب، شايفينها بالتلفزيون، شايفينها بكنائسهم، شايفينها بكل مكان، ازاي قال رسول الله؟ العلماء عارفين انها سرقة، ما بيحكون بها. قلنا البخاري يعني. الحكاية والرواية ان محمد جاء يسرق من الناس اللي اساطير الاولين، لكي غير موجودة في كتب الكتاب المقدس أو كتب الأنبياء في العهد القديم، متداول بين الناس عرفتها. محمد جاء بعض القصص وبعض الآيات، ولكن غير بها تغيير كثير جدا، غير بها لكي يتهم أن اليهود والنصارى كتبهم غير صحيحة حسب وجهة نظر محمد طبعا، وروايتهم غير صحيحة، وأنا جئتكم بالرواية الصحيحة. وجد عمر بن الخطاب يغلب التوراة في بيت النبوة، قال له ما هذا يا عمر؟ قال له توراة موسى. قال له تقرأ بتوراة موسى وأنا حي. قال له هل في ذلك مشكلة يا رسول الله؟ قال له نعم، جئتكم بها بيضاء نقية، اللي هو القرآن يعني، جئتكم بالقرآن بيضاء ونقي، لا تنظروا إلى كتاب آخر، إذا كان موسى حيا لاتبعني. الحديث يكمل يقول وأخذ توراة موسى من يد عمر ونهاه عن قراءتها.
طيب كان أخ كريم، تسمح لي بعد إذن حضرة الأسيس ثابت، جاء في ذهني دلوقتي سؤال جد مهم، إن رفض قريش للإيمان بمحمد نبي الإسلام اعتبار إن ما جاء به من نصوص هي فعلا أسطورة، هل هم هنا كانوا يعرفوا قصص أهل الكتاب الحقيقية وعلى هذا الأساس كانوا واقفين على أرض صلبة لما وجهوا لي الكلام وقالوا له إن اللي أنت قلته ده ما هو إلا أساطير الأولين؟ يعني أولا حتى مجرد الكلام اللي أنت ذكرته ملهوش أساس من الواقع يعني. فهل هنا السؤال قريش نفسها كانت عندها اطلاع كافي أو عندها ثقافة أو عندها علم إن هي تميز ما بين ما جاء عن المسيح في الإنجيل وما جاء عن موسى في التوراة، حتى إن هم يواجهوه بكل هذه القوة وكل هذه الجسارة؟ لأن طبعا هو قعد 13 سنة لا يؤمنوا بيه ولا يؤمنوا بكل ما ادعاه مما جاء يعني عن قصص الأولين وكده. ربنا يباركك وشكرا ليك. هم على دراية بهذا الموضوع أكيد، ولكن محمد مستخدم العنف، لا يستطيع أحد يخالف رسول الله. محمد استخدم ثلاثة أمور، هذه الثلاثة أمور أعطت محمد شرعية في المدينة. أولا أموال خديجة، وهذه مقولة إسلامية معروفة ومشهورة عند السنة والشيعة، أغام الإسلام بمال خديجة. طبعا هم اختلفوا على سيف علي ولا سيف محمد، ولكن يقول لك أغام الإسلام بسيف محمد ومال خديجة، يعني أموال خديجة هي اللي أغامت الإسلام. خديجة من أكبر تجار قريش، وخديجة في لغز أيضا في موضوعها لغز كبير جدا. خديجة هي من أكبر تجار قريش، أبوها خويلد كان تاجر، أبوها عندما مات ورث كل ورثه إلى بنت خديجة، وخديجة عندما ماتت محمد خذ الورث بالكامل. موت خديجة مع موت ابن عمها الوحيد ورقة بن نوفل كان مفاجئ جدا، وكان بطريقة عجيبة ما حد يعرفها. يعني خديجة عندما ماتت ما عندها أحد، بس هي ومحمد. أبوها كان ميت، ابن عمها الوحيد اللي هو يدعي ابن عمها اللي هو رغب بن نوفل اللي هو مغرب جدا لها اللي هو زوجها لمحمد هو كمان مات. طيب ايش معنى دول الاثنين ماتوا بنفس الوقت لكي كل الاموال تنتقل الى محمد؟ ما عندها لا اخت لا ابن لا زوج اخر لا ابن عم لا ابن عمه لا ابن خال لا ابن خاله لا جد لا اي شيء يدعي بها، يقول بوي هاي الست من عندنا وبينا. يعني الاموال المفروض زوجها ياخذ مقدار اوكي، بس المفروض تكون لورثتها. ولا واحد، امر عجيب غريب. يعني كنز اجى لمحمد، محمد عاش مع هذا الكنز اللي هو خديجه 13 سنه وماتت وكل اهلها ماتوا، واخذ الاموال في ليله ظلماء الكل. والاموال اللي كان محمد ياخذها بعض العلماء قال لك تقدر اليوم بمليارات الدولارات. كان الرسول مليونير، هذا ما يقوله وجه غنيم على اليوتيوب كتبوه، هل كان الرسول مليونير؟ يطلع لك وجه غنيم يقول لك نعم كان الرسول مليونير، اموال خديجه كانت كثيره جدا، وهي اكبر تجار قريش، مش هي طبعا ابوها خويلد، اكبر تجار قريش. والقران يقول كده كمان، القران يقول كده. القرآن يأكد هذا الموضوع بالتأكيد. فهذه الأموال اللي خذها محمد، هو راح لقطاع الطرق، قطاع الطرق هم في المدينة، وقال لهم يا جماعة تعالوا نعمل حزب عربي، وهذا الحزب العربي اللي هو نات لتحرير الجزيرة العربية من الأوثان وغيره وغيره. فقالوا له احنا محتاجين مادة، قال لهم الفلوس عندي، احنا محتاجين رجال غويين، هل انتم غويين؟ قالوا نعم، قال لهم الفلوس عندي. اشترى سلاح واشترى خيل واشترى جمال. في السنة الأولى والثانية والثالثة الرسول لم يكن يحارب، 3 سنين كان يجهز جيوش، والمعاهدات اللي بينه وبين اليهود لتجهيز الجيش، هو مش كان سلمي ولا كان حاجه، لان هو راح سالهم قال لا تغزوني لاني مش مستعد الان، يعني خلي بيناتك لا نروح لا توصلني ولا اوصلكم. الصحابه كيف ناكل يا رسول الله؟ قال موجود ناكل كل شيء. في السنه الرابعه قال لهم اني انا نبي، تخيل 3 سنين بيناتهم، السنه الرابعه اول مره ظهر اسم محمد بالقران، قال لهم اني انا نبي يا جماعه. قالوا انت نبي؟ قالوا طيب انت راح تمنعنا من الامور الرديئه ان نعملها؟ قال لهم لا اعملوها، بس تسمحوا لي اغير اسمها فقط، يعني الصرغه تبقى موجوده واستمروا بها، بس راح نسميها غزوات معلش. قالوا له اوكي صرغه، احنا شو مشكلتنا بالاسم؟ يعني احنا مشكلتنا بالفعل، نفعل ولا ما نفعل؟ قال لهم لا افعلوا. الزنا؟ قال لهم لا الزنا طبعا هذا كلمه حرام الزنا، يعني ما نزني؟ قال لهم لا تبغوا تستمروا بالزنا عادي، بس راح نغير الاسم، نسمي ملك اليمين، نسمي الوطن، وطن العمى، المتعه، نحط له اسامي يعني، وانتم مستمروا به. السرقه؟ قال لهم لا طبعا السرقه حاجه كبيره قوي، حرام دي حرام قطعه،
يعني ما نسرق، قال لهم لا نسرق بس نسميه غنائم، في وغنائم، غير الاسماء بس، هو لم يغير الفعل. يعني الان ترك مسلم ما وزنه تقييم علاقه شرعيه مع امراه ليست زوجتك، طيب ملك اليمين هي زوجتك؟ لا. الأمة زوجتك؟ لا. الاسيره زوجتك؟ لا. المتعه زوجتك؟ لا. طيب شو هذا؟ يعني هذا مش زنا، هذا اسامي، هو هذا هو نفسه. السرقه، ما معنى السرقه؟ تاخذ اموال ليست لك، طيب ما معنى الفي والغنائم؟ تروح لاغاهم تحاربهم تقتلهم تاخذ اموالهم، شو اسمها؟ اسمها الفي والغنائم. سرقه؟ قال لك لا دي مش سرقه، دي الفي والغنائم. فهو غير الاسماء، هذه النقطة، هم بغوا، قالوا له اوكي انت ما راح تمنعنا عن اي شيء نمارسه، قال لهم لا، ما اي شيء تمارسونه هو يبغى موجود، بس الاسماء والمفاهيم راح نغيرها ونعمل هذه الامور علشان انا نبي يعني. طبعا هم يريدون فلوس ونسوان ويبغون على اعمالهم الرديئة. لهذا السبب محمد انتصر في جيش كبير صار مع محمد. في السنة الرابعة للهجرة عندما تزوج عائشة بالثالثة وبعدين حط عين على زينب بالرابعة بسنة الرابعة. السنة الرابعة يقول لك 12,000 مغاتل كانوا يموتون فداء لرسول الله، 12,000. تخيل 12,000 مدججين بالسلاح. فهذا كان يعطيهم اموال ويعطيهم، اعطى ابو بكر يوم في غزوة احد، اعطى ابو بكر 50 كيلو من الفضة و1000 جمل. بس شخص واحد من 12,000. ذولاك لو اعطاهم جمل معلش. لواحد منهم اعطاه 50 كيلو من الفضة و1000 جمل، قال له دي حقك من الغزوة. طيب كم خذ الرسول اموال؟ الرسول إذا كان يروح إلى غرية ما كان يبغى بها أحد، كان يبيدها عن بكرة أبيها، يمحيها من الأرض بالكامل. بني غريضة بعد معركة بني غريضة لم يبغى واحد غريضاوي على الأرض إطلاقا. الأرض والنخيل، النخيل حرقها، النخيل نخيلهم أرضهم حرقها، الحيوانات قتلها، النساء وزعها بين المسلمين، كل واحد 7 نسوان وثمان نسوان. خلي أعطيك دليل آخر. تعرف عندما تغلق، طبعا المسلمين يعني بيحبون الكتابة والقراءة، يعني دي حلوة، دي حاجة حلوة، يعني العلماء، يعني علماء كبار بيحبون يكتبون كتب كثيرة. عملوا لكل واحد سيرة، سيرة الرسول معروفة، سيرة عمر، سيرة أبو بكر، سيرة عائشة، سيرة حفصة، كل واحد سيرة. روح على سيرة عثمان، أغرى من ولادة عثمان حد ما مات عثمان، رجال كان شحات، أنا آسف بس الكتب شحات، قربوع ما عنده شيء، مطرود من البيت، هذا عثمان كل شيء ما عنده. عندما مات، هذه التسير، عندما مات ترك 5 طن من الفضة في بيته و70 جارية خادمة في بيته. تعرف شو 5 طن؟ 5 طن من الفضة اليوم في عصرنا الحالي هي لا تقدر بثمن، أعتقد مليارات الدولارات بتصير اليوم. 5 طن، 5,000 كيلو من الفضة في بيت عثمان و70 امرأة جارية. وعثمان مين قتلوه؟ دبوه بالزبالة الجماعة، قتلوه، دخلوا له بيته وجدوا فيه عنده مثل الغرف وحمامات بها 5 طن من الفضة. شو بوظيفة عثمان؟ هذا الشحات القربوع اللي كان، شو وظيفته؟ صار صحابي لرسول الله بس، ما عمل لا بشركة يشتغل ولا كان يدرس ولا كان يقرأ ولا كان يسافر ولا هو ما بيعمل أي حاجة، يعني ماسك السيف ويحارب مع الرسول. فلهذا السبب هو انتصر بهذه. الناس العلماء اللي كانوا موجودين منها كانوا ناس كثيرين. النذر بن الحارث كان من كبار قريش، كان يخالف محمد، تم قتله. دول مين قتله؟ قتلوا الجهلاء اللي ما بيغروا ما يكتبون. اليوم نفس الوقت، نفس النقطة الآن، نفس العصر الحالي الآن، مين يقتل المفكرين؟ الجهلاء اللي ما بيغرون. هو مين قتل فرج فودة؟ ولد مسكوه بالمحكمة جابوه، تقرأ؟ قال لا. تكتب؟ لا. دارس؟ لا. ليه قتلته؟ قال الشيخ قال لي كافر. شو معنى كافر؟ قال الشيخ قال لي كافر. الشيخ فتاله اعطاه فتوى. أيوة. هو مين فرج فودة؟ ما هي دي كمان اخ كريم، ايه يعني بيجوا التدليس بتاعهم، يجي مثلا شيخ الازهر يقول لك المسيح يكفرني وانا اكفر المسيح، يعني انا كافر بالنسبه للايمان المسيحي والايمان والمسيحي كافر بالنسبه للفكر الاسلامي. وهنا الفكره مش الفكرة في التكفير. أولاً المسيحي مش بيكفر، ما عندناش حاجة اسمها تكفير، عندنا مؤمن وغير مؤمن. الحاجة الثانية، أنا غير المؤمن بالنسبة لي كمسيحي أصلي من أجله أو أصل له رسالة مش أكتله. لكن المسلم التكفير معناه القتل، حتى لو كان مسلم. في حادث حصل في مصر أيام حكم الإخوان، إن في شخص طرق قتل جاره وجد في الجرائد لأنه ترك الصلاة، لأنه عرف أن تارك الصلاة كافر ويستحق القتل، فخد الفتوى ونفذها.
فهو الفكرة هنا مش أنت يا ريتك بتقول كلام حوار فكري، لا أنت بتأذي الناس، أنت كلامك بيؤدي إلى القتل ويؤدي إلى الموت. فدي خطورة الإسلام وخطورة الأساطير اللي بيتمسك بيها الإسلام، لأنه ده مش تعليم إلهي، ده مجرد أساطير. يعني أنا عادة بشوف أني نحن لا نحتاج إلى أدلة خارجية خارج القرآن عشان المسلم يعرف أن القرآن بتاعه ده استحالة يكون كلمة الله بأي شكل من الأشكال، استحالة. لو شغلت فكرك وعقلك، وطبعا لو أنت طلبت من الخالق اللي خلقك أنه يديك الحق، أكيد هيوريك أن ده مش ممكن يكون من الله. حاجة تانية أخ كريم أنا حابب أسألها لك، مثلا واحدة من الحاجات، وعلى فكرة الموضوع ده رغم أن عدد كبير من المسلمين بيتمسكوا به، لكن كمان بعض المسلمين المتفتحين بيقولوا ده أسطورة، يعني حتى المسلمين نفسهم بيقولوا ده أسطورة. ودي تعتبر إذا كان هناك معجزات للرسول تعتبر الإعجاز الوحيد الذي لم يحدث. هو إعجاز لم يحدث، هو الإعجاز الوحيد لي بس ما حصلش. يعني في شخص ضعيف، يعني دي قصة قبل ما أقول لك على الموضوع ده، في شخص ضعيف يقول لك أنا عملت وعملت 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 وعملت، عايز أطلع بطل. فالشخص يقول له فعلا عملت كده، يقول له كان نفسي أعمل كده. المهم، فالفكرة هنا هل هناك جذور أسطورية لحادثة الإسراء والمعراج، أو لأسطورة الإسراء والمعراج، أو لخرافة الإسراء والمعراج؟ هل في، أنا عارف إحنا نقدر من الإسلام نثبت إنها يعني لا أساس لها من الصحة، وخاصة أنه أيام محمد لم يكن هناك ما يسمى بالمسجد الأقصى في فلسطين تاريخيا، هي بتضحك نفسها. لكن هل كان في جذور أسطورية لحادثة الإسراء والمعراج؟ كتير جدا، ثلاثة تقريبا. في اللي هو أنا أعتقد في الزردشتية بيقولوا زرادشتية، عدم زرادشت طلع على حمار مجنح. وكمان في قصص بابلية، في كمان أساطير يونانية ورومانية، ده بتتكلم برضو عن فكرة نفس فكرة الإسراء والمعراج. يبقى محمد الآن هاي اللحظة يعني إله يسمونه الله مزدا، الله مزدا، الله ياهورا مزدا، هيك اسمه هو، هذا هو إله زرادشتية. الآن حد الآن حد هاي اللحظة مرسوم على حيطان عندنا بإيران قديمة، مرسوم عليها حمار عنده جناحات واحد ركب عليه، هاي معجزتهم معروفة. يبقى كده هو حتى فكرة الإسراء والمعراج هي متاخدة من أساطير الأولين، يعني تضاف إلى أساطير الأولين. طبعا سيد ثابت اسمح لي كمان أضاف على كلام حضرتك في سؤالك الجميل ده. أيضا في كتير من علماء المسلمين المفكرين يعني قالوا من شروط المعجزة أن تكون دليل وحج على البشر. فإن لو إحنا اعتبرنا أن الإسراء والمعراج معجزة، ففين البشر عشان تكون حج عليهم؟ فقال لك مستحيل أصلا أنها تحصل، وليست هي معجزة، لأن من شروط حدوث المعجزة أن يكون في شهود عيان عليه، وما فيش أصلا شهود عيان على هذه القصة. شكرا لحضرتك. هو السؤال كمان تاني، ايه الهدف؟ هل الله بيعمل شيء بلا هدف؟ الله قاعد كده يعني ما عندوش حاجة يعملها، فقال لك نطير النبي بالحمار بتاعه؟ هو كده، هو كده اللي حصل. يعني ايه الهدف يعني الله قاعد كده، انا اسف، مش الله، اله الاسلام قاعد كده طقت في دماغه فكرة نطير الرجل ده، يعني تمام. ايه الهدف؟ يعني ايه الهدف حتى من القرآن نفسه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو رسول الإسلام امتداد
التاريخية والأسفار الشرعية. فأنا يعني مش النهاردة كمان، على فكرة في بعض الناس، في بعض الناس، وده وكويس إن أنا افتكرت الفكرة دي، في بعض الناس النهاردة بتتكلم عن لما تتزنج، لما مش فاهم العهد القديم يقول لك آه لا ده العهد القديم ده مش بتاعنا، ده بتاع اليهود. لا، احنا نؤمن أن كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم. طبعا احنا ممكن نكمل بعد الاعلانات عشان هم بيطالبونا بالاعلانات، فخلينا ناخد الاعلانات. اخ كريم تاخد الاعلانات ولا انت؟ لو انت شايفهم اتفضل، لو انت مش شايفهم انا ممكن اخدهم. تمام، شايفهم تمام 100%. اتفضل. عندنا ايضا حلقه جديده اعزائي المشاهدين تاتيكم على قناه العراميه، الحوار العقلاني، والحلقه بعنوان غزوات محمد واسبابها، وهذا هو الجزء الثاني من هذه الحلقه. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد أخونا حسين عراقي، وأنا راح أكون معه أيضا يوم الاثنين 16 سبتمبر أيلول الساعة 3 مساء بتوقيت شرق أمريكا، على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده تعال وأنظر، الحلقة بعنوان الإيمان الذي يحقق المستحيلات. هذا البرنامج يأتيكم يوم الثلاث 17 سبتمبر أيلول مع الغس نزار شاهين والغس ثابت مجلي، على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده يسوع عن محمد، والحلقة عنوانها الكفارة في المسيحية والإسلام. هذا البرنامج يأتيكم يوم الأربعاء 18 سبتمبر أيلول مع الغس ثابت والأخ أبو أحمد أيضا، على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، عنوان الحلقة هل الأسماء الحسنى تمجد الله؟ البرنامج هذا يأتيكم يوم الخميس 19 سبتمبر أيلول على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده المرأة وأحكام القرآن، الحلقة بعنوان أدلة زيف الإسلام، يوم الجمعة 20 سبتمبر أيلول على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده ما بين الشريعة والنعمة، اللي هو برنامجنا الحالي ولكن هذا الأسبوع المقبل، الحلقة عنوانها الرسول والمعجزات الليلية، الجمعة 20 سبتمبر أيلول على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. مهم جدا أعزائي المشاهدين نعرف أن قناة العرامية هي قناة غير ربحية، هي قناة تستمد دعمها المادي لكي تستمر هذه الخدمة من المشاهدين. قناة العرامية استمرت ل 18 سنة من خلال دعمكم وصلواتكم من أجل هذه الخدمة. نرجو أنكم تكونون شركاء في هذه الخدمة معنا. الويب سايت يطلع على الشاشة www.abngive.com، هذا برنامج الدعم المادي. تستطيع تكون مشترك في هذه الخدمة، عندما تدخل في أوبشنات كثيرة جدا تستطيع تدعم هذه الخدمة وتتوصل هذه الخدمة للآخرين وتكون أيضا شريك في هذه الخدمة، والرب يبارك حياتكم جميعا. شكرا أخ كريم. فبنرجع تاني للفكرة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها، على فكرة إن الديانة الوحيدة اللي بتلغي ما قبلها أو بتحاول تلغي ما قبلها هو الإسلام. ومع اعترافي أن المسيحية مش ديانة، المسيحية هي شريعة أعطى الله، علاقة بين الله والإنسان، والله أعطى الإنسان الشريعة عشان تكون شريعة النعمة وعشان تكون شريعة بتقود خطواته حتى لا يبعد عن الله. يعني هدف الشريعة وهدف الوصايا وهدف الأنبياء هو تقريب الناس إلى الله، رجوع الإنسان إلى الله. بعد ما نجح الشيطان في إغواء آدم عشان يبعد عن الله، كان كل هدف الله أن يرد الإنسان مرة تانية ليه، وكان الرد الكامل في فكرة أن الرب يسوع المسيح جاء ومات نيابة عنا وادانا الخلاص بدمه، عشان كده رجعنا تاني خليقة جديدة فأصبحنا لنا شركة مع الله. فعلى سبيل المثال احنا بنؤمن بكل الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد. في بعض الناس اللي بتتزنج مثلا مش فاهم العهد القديم، مش عارف ايه كل الكلام ده، بيخلي يقول لك لا العهد القديم ده مش بتاعنا، ده بتاع الجماعه اليهود. لا لا، العهد القديم هو كتابنا، كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم، لم تأتي نبوه قط بمشيئه انسان، بل كتبه اناس الله القدسون. فهنا
احنا بنؤمن بالكتاب المقدس الكامل، عكس تماما الفكر الاسلامي اللي هو بيحاول يلغي ما قبله او ينسخ ما قبله. على فكره ينسخ في الفكر الاسلامي بمعنى يلغي، لان كلمه النسخ كمان لها معنى تاني افضل من الغاء. كلمه نسخ يعني يكتب، والنساخ هم الكتاب، لكن طبعا دي القران واحكامه واساطيره. طيب نرجع تاني والاخ سيد النمر عندك مداخله، والاخ كريم عندك مداخله، فمين فيكم اللي عنده المداخله؟ سيد النمر. انا بحب اسمع اخويا كريم، ولو عندي تعليق اكيد. ماشي اخونا كريم، نرجع تاني لاساطير الاولين. نعم بالفعل هو اساطير الاولين اكتتبها تملى علي بكره واصيله في 10 آيات. خليني بس أركز معكم شوية بهذا الموضوع، موضوع مهم جدا. ما حاجة، سؤال اللي يطرح أولا للنقاش، ما حاجة أنك تكتب كتاب وتذكر أن هذا الكتاب مكتوب بلغة عربية؟ مش محتاج. يعني الأغريق عندما كتبوا العهد الجديد لم يكتبوا ولا مرة واحدة أن هذا الكتاب الإنجيل يعني موجود باللغة اليونانية، ولا مرة. اليهود عندما كتبوا العهد القديم ولا مرة ذكروا أن هذا مكتوب باللغة العبرية، ولا مرة. لا تجد لا بالكل العالم لا كاتب ولا مفكر ولا أي شخص يكتب كتاب ويقول يا جماعة كتابي مكتوب باللغة الفلانية اطلاقا. ليش؟ لأن واضح أول ما تفتح الكتاب تعرف لغة الكتاب، واضح جدا. لماذا القرآن يقول إن أنزلناه قرآن عربيا مبين؟ واحدة آية يعني، ونقول علشان القرآن يعرفنا عربي؟ لو واحدة معلش واحدة، والقرآن يقول خير الكلام ما غل ودل، يعني أنت دليت على الموضوع ووضحتنا الموضوع شكرا لك. يعني آية واحدة تقول أن هذا القرآن عربي مبين؟ لا مش آية، 2 ولا 2 ولا 5 ولا 6 ولا 7 10 آيات. 10 آيات تقول يا جماعة أن كتابي عربي. ليه؟ ما هي مرة قلت وخلاص، أصلا مش محتاج المرة كمان، بس معلش قلت مرة خلاص. ليش 10 مرات تذكر أن هذا الكتاب عربي؟ ليه؟ خليني أحيلكم على نقطة تفهمون منها أكثر. كل آية تقول إنه عربي مبين من 10 آيات لها سبب نزول، وغروا سبب النزول لها تكتشفون كوارث. شو الكوارث؟ كل آية هي ترد على اتهام. في ناس تتهم محمد أن هذا الكتاب مش عربي، محمد يقولهم لا وهذا عربي مبين. كان رد هذا جواب محمد للناس يكتب تصير آية. محمد كان يجاوب الآخرين. 10 اتهامات على محمد و10 تبرئات من محمد. 10 تبرئات محمد هي كوبي بيست، آية واحدة عربي هو حطب 10 أماكن. هو عربي هو عربي هو عربي. ماذا قالوا عنه؟ قالوا نعلم أنه يعلمه بشر، نعلم أنه يعلمه بشر. في شخص كان يعلم محمد، محمد ماذا رد عليهم؟ غلهم اللسان الذي يلحدون إليه يعني يدلوني عليه هو أعجمي، ولكن هذا عربي مبين. أنتم بتقولوني علم بشر صح؟ أوكي هو بشر موجود ويتواصل معي دائما، بس ذاك الرجال مش عربي وأنا بأكتب لكم عربي. طيب ترجمت يعني شو وين المستحيل بالموضوع؟ قالوا سلمان الفارسي يعلم، قالوا لا هذا رجال فارسي. أوكي ترجمت يعني. قال ورقة بن نوفل يعلمه، ورقة بن نوفل ليس عربي. طيب ما ترجمته يعني طبيعي ترجمتي. فمحمد كان يترجم القصص من أساطير الأولين من أي شيء يسمع خارج الجزيرة العربية. هو ما بيركز على الجزيرة العربية، لأن هل الجزيرة العربية عارفين تاريخهم؟ هو بيركز على خارج الجزيرة. سلمان الفارسي تكلم على الحضارة الفارسية، وتكلم على الحضارة المصرية، وتكلم على حفر الخنادق اللي في سورة الأحزاب وغيرها. محمد ترجمها من اللغة الفارسية وحطها للمسلمين في القرآن. هل محمد هو بنفسه يترجم؟ محمد كان يتكلم اللغة الفارسية هو أبو هريرة، وهذا حديث صحيح. محمد الرسول الإسلام كان يتكلم اللغة الفارسية هو وأبو هريرة اثنينهم، وحديث صحيح موجود أن الرسول كان يتكلم لغة فارسية. في حديث آخر الرسول كان يقول ينزل علي الوحي بالفارسي، ينزل علي الوحي باللغة الفارسية، وهذا حديث أيضا آخر عند المسلمين. محمد اعترف أنه يتكلم اللغة الفارسية. جاءت امرأة من بلاد فارس تشكي وجع بطنها، بطنها توجعها يعني،
الرسول نومها هناك بالأرض في مكان وحط إيده على بطنها وبدأ يعني يدعي لها ربه والله شفاها. دعاء محمد كان بالفارسي، يرطن معها محمد بالفارسي، أبو هريرة يفهم الموضوع كان موجود، جاء شخص يسأل من هذه وماذا يقول الرسول؟ هل هي تعويذة؟ أبو هريرة قال لا، يتكلم معها بالفارسي وهي تشكي بطن وجعها، والرسول يطلب من ربه أن يشفيها، وربه شفاها بعد. المرة ما نعرفها من هي، المعجزة هي ناقصة يعني، ولكن على كل حال المراد من هذا الموضوع أن الرسول يتكلم فارسي، وأبو هريرة كان يعرف اللغة الفارسية، كان يترجم. لهي أنت مش محتاج تقول إن 10 مرات قرآنك عربي، أنت مش محتاج شيء، أنت مرة واحدة قلت عربي خلاص، أنت المرة كمان مش محتاجة، بس ما دام قلت مش مشكلة. 10 مرات تكرر ياه إنه عربي، إنه عربي، عربي، يا جماعة صدقوني عربي. لا، هذا مترجم. غالة الناس تعرف يقولون إنما بشر يعلمه، هاي نقطة. النقطة الثانية قالوا على محمد إنك أذن، أذن يعني تسمع المعلومات يعني تبع الأذان يعني. أذن، إنك أذن تسمع المعلومات من الناس الآخرين. محمد ماذا قال؟ في نفس الآية قال نعلم أنهم يقولون أذن، وبالفعل الرسول أذن. الآية بتقول الرسول أذن بالفعل، ولكن أذن بصالحكم، يعني يسمع معلومات ويجيبها لكم مش بضركم، صالحكم. فمحمد كان يسمع هذه المعلومات ويترجمها. هذه أساطير الأولين، هي منتشرة بالجزيرة العربية، في قصص أنواع وأشكال. إحنا أنا بسمع قبل العجائز جداتنا يعني تحكي لنا قصص أطفال، يعني قصص مش موجودة لا بتاريخ ولا بشيء. في ملك وفي مش عارف مين، وفي واحد قتل فلان، وفي واحد خلف بنت فلان، وفلان يحب فلانة، وقصص وروايات قديمة. محمد كان هذه يسمعها، يكتبها يقول هذه نزلت من الله وهي موجودة، مختلف عليها ما غصتها. خليني أعطيك واحدة ثانية علشان تركز معي. سامعيننا في غار صح؟ والرسول دخل بالغار هو أبو بكر، وإجت عنكبوتة وبنت على الغار يعني، وهذه بآية قرآنية. التغول ثاني اثنين وثالثهم الله لا تحزنوا إن الله معكم وينصركم، والآخر لا في سورة البقرة في آية هيك بتقولها. ثاني اثنين الثالثهم الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مين دول اثنين؟ مين ثالثهم الله؟ طبعا القرآن لا يقول محمد ولا يقول أبو بكر. الشيعة قالوا محمد وعلي مش مشكلة، لا القرآن يقول محمد وعلي ولا يقول القرآن محمد وبكر. القرآن يقول اثنين ثالثهم الله، الله نصرهم دخلوا بالغار. قصة حمامة وعنكبوت مش موجودة بالقرآن يعني. جاءوا المفسرين اللي يفسرون الآية، مين اثنين مين ثالثهم الله مين لا تحزن، قال لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام هربان من الكفار، أوكي، وجوا الكفار يقتلون، أوكي، وبعدين هرب مع أبو بكر، هرب مع أبو بكر للصحراء، وجاء يمشي بالصحراء بالصحراء بالصحراء، وصل إلى غار، دخل داخل الغار، قال خل المشركين يقتلونا، دخل داخل الغار. مين الرسول؟ الرسول وأبو بكر، وعندهم بعير، بعير يعني جمل، عندهم جمل، أبو بكر والرسول وعندهم بعير، هاي في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير وتفسير السنة. دخلوا فين؟ دخلوا بالغار. جاءوا المشركين دوروا على محمد، فين هو؟ قال لك ندور على أثر، أثر رجله يعني، أين حط رجله؟ هنا 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 هنا، وصلوا حد الغار، الحمد لله وصلنا لقيناه بالغار، خذت له. رادوا يدخلوا الغار وجدوا في غصة باني عنكبوت على الباب، الباب مقفل يعني، عنكبوت باني يعني على الباب. فسأل صاحب هذا الكفار، سألوا صاحب، قال له لو دخلوا هنا لازم يشقون بيت العنكبوت، شلون دخلوا؟ أكيد هم مش داخل. الرواية بتقول تفسير القرطبي يقول والرسول وأبو بكر داخل الغار يسمعون الكفار يناقشون، داخل ولا مش داخل؟ قال لا مش داخل أكيد، أنت شو رأيك كيف عنكبوت بانية وكيف مش عارف مين وكذا؟ قال له خلنا نرجع مش موجودين، ورجع وراح. دي معجزة الله وضعها، وحط تار عنكبوت كذا، بيت عنكبوت علشان لا يدخلوا. طيب فين موجودة القصة دي؟ موجودة لفلكس النولي قبل الإسلام 300 سنة. فلكس النولي من نولة، في واحد اسمه فلكس مسيحي، وهو من منطقة نولة في اليونان وفي إيطاليا، العفو في إيطاليا، ولكن هو يعيش في سوريا، هو سوري الأصل بس عاش في منطقة نولة يعني، وجاء لسوريا رجال، وبسوريا عنده مشاكل مع الكنيسة، صارت معه مشاكل يعني، وذهب إلى مكان وصار بالغار يعني، وبنت عليه الغار وهكذا يعني. طبعا هي قصة، هو لم يقول أنا وحي من الله، لم يقول أني أنا نبي، يقول يا جماعة حصلت لي معجزة، حكى اختبار يعني، حصلت لي معجزة. بغض النظر تصدقها أو تكذبها صح ولا غلط، بس بالاثنين هي ليست كمحمد.
اليوم الكنيسة الشرقية تحتفل في 14 يناير في حلوى بيوزعونها على الأطفال، يسمونها فليكس والعنكبوت، معروف، اكتب على الانترنت فليكس والعنكبوت. في حلوى، حلوى شوكولاتة زي العنكبوت صايرة وعليها فليكس واحد ماسك بيد عصر، فليكس والعنكبوت. إذن هذه القصة موجودة قبل الإسلام ب400 سنة، بس مش موجودة باللغة العربية. المحمد راح ترجمها وكتبها بالقرآن، وهو على الصحابة عندما المفسرين عندما فسروا الآية لم يقولون هذه رأينا، يقولون قال رسول الله أنا وأبو بكر، قال رسول الله ذهبنا إلى مكان، قال رسول الله كذا، يعني من أقوال محمد فسروا الآية. إذن محمد كذب، كذب عليكم. فليكس والعنكبوت موجودة قبل الإسلام ب400 سنة، وهي قصة مسيحية، هي ليست وحي من الله، أي مسيحي له الحق يصدقها ولا الحق يكذبها، هي مجرد اختبار. شخص يقول أنا الكنيسة صار عندي مشكلة، هربت من الكنيسة وذهبت إلى مكان ما ودخلت بالغار وجاءت عنكبوت وبنت على البيت، وما في كفار يقتلونها ولا في حاجة، يقول نمت قعدت لقيت عنكبوت بعدين، فتحت باب العنكبوت وطلعت جت لي، بس هاي الحكاية. محمد سواها أبو بكر وناس، طيب جو الكفار يشوفون أبو بكر، شوف حتى التلزيق مش حلو. اجوا الكفار يشوفون ابو بكر ومحمد. القرطبي ماذا قال؟ قال الغار صغير جدا كجحر، جحر مال يعني جرو او كذا، يعني جحر صغير ودخلوا به. طيب محمد دخل ابو بكر دخل، الجمل فين؟ الجمل ترى الذبح الجمل ما بيدخل داخل، الجمل البعيره ليش ما شافوه الكفار؟ اختفت. كيف الرسول من طلع من الغار ركب الجمل مره ثانيه ورجع؟ فالبعيره لازم يشوفونها يعني، ما شافوا محمد، لازم يشوفون البعيرة، ما شافوا البعيرة كمان، ولا دخلت بالغار، فين راحت؟ حتى تركيب القصة مش صحيح، لأن فليكس ما بيقصة جمل ولا بيقصة هاي، هو رجال لوحدة ماسك عصا ودخل بالغار وحكى هذا الحكي، محمد جابه وكتب. فهذه أساطير الأولين اكتتبها تمنى علي بكرة وأصيلة. هل محمد راح لسوريا؟ محمد كان بالشام موجود وسافر للشام، سمع من الناس يحكون بالكنائس أو يحكون الناس بيناتهم، ذكر هاي وجاء ترجموها بالعربي، قالوا مكتبوها ادرجوها بالغلا ادرجوها الله منزل، لا ننزل ولا حاجة عزيز. يعني أساطير الأولين يعني، والله أساطير كثير أخ كريم، بس طبعا أكيد بمشرفنا ومنورنا أبو أحمد، مش عارف أنت سمعنا ولا بعيد. أبو أحمد الغالي أنا معكم، أهلا وسهلا بيك. طب إحنا لما نحكي كده في أساطير الأولين، عارف خرافات الليل، السلام ونعمة تملأ قلبكم، تحياتي أسيسنا الغالي القسابي، أخوي كريم الغالي كيف حالك، السيد النمر الغالي صار زمان ما شفته، أنا كثير مبسوط اللي شفته معكم كمان. فإحنا دخلنا أخونا كريم، خدنا كده في رحلة وفي أساطير الأولين، وخدنا برضو جزء من الإسراء والمعراج والكهف وكده، وفي حكاية ما أعرفش إذا كنت تحكيها أو تحكي واحدة غيرها. لا في عندي واحدة هيك صغيرة أنا، أوعى تكون بتاعت الشجرة. لا 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 مش الشجرة، أنا بدي أحكي موضوع كثير حلو على أحكام القرآن اللي جابهم محمد. أوكي صدق، أحكام القرآن جابهم من قاضي اسمه ذو المساجد اللي يشكري، هو قاضي من حنفاء العرب الذين حكم إليه الناس في الجاهلية، وكانت من أحكامه للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف أخوي؟ والرجل إذا طلق امرأة لا تحل له حتى ينكحها رجل غيره. هي جاب محمد وحطها بالقرآن. منين جابها؟ من ذو المساجد اللي يشكري، كان قاضي في الجاهلية، وكان حكمه أنه للذكر مثل حظ الأنثيين بالميراث، وهو النبي محمد أخذها منه. وكل شيء كان النبي محمد بده يأذي الإنسان أيا كان نوعه، رجل أو امرأة أو طفل، لازم يكون هو السبب الرئيسي فيه. جاب الأساطير، يعني جاب الروايات اللي كانت تحكى مثلا بشكل نقي، مثل قصة الكنيسة الأرثوذكسية والثالث اثنين في الغار أسيسنا، هو أخذها لأنه ليجمل نفسه. لكن اللي بيأذي البشرية من أي حكم أي قاضي بالجاهلية كان أساطير الأولين كان يجيبها ويحطها. حتى في عنا كثير روايات وقصص موجودة بالقرآن الكريم محمد جابها من الجاهلية، واللي بدنا نأكد فيه أخوي كريم، كنت عم أتأكد على أنه بلسان عربي وقرآن عربي، قرآن عربي
السؤال لكل أمة الإسلام، هل كان يوجد لغة عربية تكتب موجودة قبل القرآن أو وقت القرآن؟ لا، كان لسان عربي، يعني مثل مقولة عربية. وكانت الكتابات أخي كريم ممكن اتطرقتوا إلى أنتم ما بعرف ولا لا، كانت بالأحرف السريانية. لهالسبب بتشوف أخي كريم عندك سورة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هاي الآية بتلاقي تفسيرها باللغة السريانية أخوي كريم والأخو ثابت أخواننا، تفسير إن أعطيناك الكوثر، الكوثر الإيمان، إن فصلي لربك وانحر، أن نقدم ضحية للإله، هي بالتوراة وبالعهد القديم، إن شانئك هو الأبتر، أن أعطيك القوة والإيمان والصلاة. أحد الأخوة السريان لما أرانا إياها باللغة السريانية الآية بتختلف معنى كلي عن التفسير الموجودة بمفسرين القرآن الكريم أخوي الكريم. يعني هاي النقطتين حبيت شارك معكم فيهم أنا، وأنا ما بعرف شو توصلت للأسف، كنت على البث وكان عندي شوية زحمة، بأنتوا غاليين حب أني شارك معكم لو بمقطع بسيط. شكرا لكم. شكرا رب أحمد، الرب يباركك ويستخدمك دايما، وبشكرك من أجل مداخلتك، مداخلة قيمة. وطبعا لو هندخل في أساطير الأولين، حاجات كثيرة جدا جدا في أساطير الأولين، واحدة منهم يعني عارف الفكرة، أنا كل ما أقول إن القصة دي ملهاش معنى، أنا بلاقي إن مفيش حاجة لها معنى في القرآن. أنا يعني أنا بعمل حاجتين، أنا عندي حاجتين مرات كده، أجي لما أقرأ الكتاب أقول يا سلام آية رائعة، أقول وفين الآية اللي مش رائعة في الكتاب المقدس؟ لما أجي على الناحية الثانية أتكلم عن القرآن، إيه اللي ليه معنى في القرآن؟ يعني مثلا قصة من القصص أخ كريم أكيد عارفها لو حابب تعلق عليها، قصة الشجرة اللي مالت على رسول الإسلام. إيه الهدف؟ الشجرة قال لها ميل شمال، مالت شمال، يمين، مالت يمين، والكلام ده كله. إيه الهدف من الفكرة بتاعت الشجرة؟ طبعا ليها أكتر من رواية والكلام ده كله، بس حتى الحكايات نفسها، يعني أنا سنة 92 كنت في قارة أخ كريم، بقعد مع ناس، الناس دول يمكن البعض منهم ما يعرفش يجروا ويكتب، بس لما كانوا بيحكوا حكاية أخ كريم كان كل حكاية بيحكوها ليها معنى ومغزى وتتعلم منهم. يعني تخيل ناس خبرتهم في الحياة تعلمك، وواحد يدعي أنه نبي ومفيش حاجة تقدر تاخدها عشان تحكمك أو تعلمك، بالعكس ده بتخليك تزيد جهل. وهنا الفرق بالفعل بين أساطير وخرافات لا معنى لها، وبين كلمة الله اللي قال عنها الله أنها تحكم الجهال، تنير العينين، حتى أن نبي الله داود قال خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، بتحفظك من الخطأ. ففرق كبير جدا جدا بين الروعة والقداسة والنعمة والجمال وبين شريعة شيطانية. فعشان كده محبتنا لإخواتنا المسلمين وصلواتنا لإخواتنا المسلمين إن ناموس الله الطاهر ينير عينيك فتعرف شريعة النعمة. أرجع تاني ليك أخويا كريم لو عايز تعلق على كلام أبو أحمد، أو لو عايز تاخدنا في أسطورة جديدة فالموضوع ليك. نسمع أخونا سيد النمر، هو كان عنده تعليق. أنا أوكي، آسف أخي سيد النمر، أنا ما مش فاكر أن عندك تعليق، تفضل. شكله بعد شوية عن المكان. أوكي، شكرا جزيلا. أخونا محمد بالصميم، وهذه هي المواضيع الكثيرة جدا محمد كان يجمعها ويعطيها للآخرين ويضحك على الآخرين، يقولهم هذا كلام نازل من الله. الآن مع 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 التحفظ على هذا الموضوع، ما هي الفائدة من هذا الكلام؟
يعني هل أنت تحتاج وحي من الله لكي تعرف قصة أهل الفيل؟ موجودة في كتب تانية طبيعي، مش محتاج وحي ولا محتاج محمد ولا محتاج قرآن ولا محتاج القصة كلها. قصة أهل الكهف أنت مش محتاج وحي، قصة فيليكس النولي أنت مش محتاج لها وحي. قصة فيليكس النولي على فكرة فيها كتب كتير، كتب كتيرة كتبت عنها، وهذه الكتب قبل الإسلام يعني، كتبت باللغة السريانية، كتبت باللغة الآرامية، كتبت باللغة الإنجليزية، كتبت كتب كتيرة جدا. أنت مش محتاج كتب لكي تعرف أساطير الأولين، أساطير الأولين موجودة، موجودة. قصص الأنبياء موجودة بالتوراة والإنجيل، ترجع لهم تجد قصص الأنبياء، أنت مش محتاج إلى قرآن لها. قصص الأنبياء الحقيقية طبعا. محمد غير كل شيء، اختلف في كل شيء، غير في كل شيء، وجاب أساطير ليس لها أصل، هي قصص، قصص أطفال يحكونها، يحكونها وجابها ولزقها بالقرآن. تكلم على سليمان والنملة، نملة سليمان، وقال لك النملة اسمها حرص، يعرف اسمها كمان الغرطبي، يعرف اسم النملة اسمها حرص، وهي من طائفة بني شيصان، ما يعرف قبيلتها يعني النملة. والنملة عرجاء، رجلها توجعها شوية، تعرج دي نملة سليمان. وبعد الذيب كمان كبرها يعني، وزنها أو حجمها مثل الذئب يعني، دي نملة إيش يعني، دي مش نملة، دي دخنزير، ده نملة بقد الذئب يعني. قال له أوكي. ودي تتكلم معها، كانت مع سليمان، وقالت للجنود ادخلوا مساكنكم، للنمل ادخلوا مساكنكم، لا يأتي سليمان وجنوده ويحطمنكم ولا آخره. هذه القصة وين موجودة؟ موجودة في التلمود البابلي، راح أقرأها بالتلمود البابلي، بس مش ما اسمها حرص ولا بني شيصان ولا بقد الذئب، دي ثلاث كذبات دول اللي محمد وضحهم. لا بس في نمل، في نمل، وسليمان كان يعني يحرك الريح ويحكي مع النمل، مش موجودة بالكتاب المقدس، وليست وحي من الله، هي ناس تسطر قصص. شو فائدتها اليوم؟ قصة النملة أخذت 3 صفحات من القرآن، وقصة الشبيه اللي موجود شبه لهم، آية واحدة يتيمة وضايعة ومش معروفة وين هي. ليه ما يتكلم على الأشياء الأساسية؟ المسيحية قائمة على الصلب والفداء، عقيدة الصلب والفداء هي المسيحية. أنت تنفي عقيدة بالكامل، مش المفروض تكتب عليها ورقتين ثلاث أربعة؟ آية واحدة والآية مش مفهومة؟ غولهم قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، عيسى مين ومين غولهم، مين قتلوا، متى، في أي سنة، في أي وقت، ما حد يعرف. شبه لهم مين الشبيه، مش عارفين. أين قبر الشبيه، مش عارفين. مين اللي صلبوه، اليهود ولا الرومان، مش عارفين. شو ذنب الشبيه، مش معروف. اسمه مش معروف، بس النملة معروفة، اسمها حرص من بني شيصان وقد الذئب ورجلها توجعها وعرجاء، وثلاث ورقات على النملة. طيب وفي حد يتبع النملة اليوم؟ في ديانة تتبع هاي النملة؟ ما فيش. في حد يعني واقف في أمامه الجنة والنار النملة؟ يعني هل في حد يفهم النملة صح علشان يدخل الجنة والنار؟ لا، أنت عرفتها ما 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 يقراش حاجة، ما عرفتها ولا يقرا حاجة كمان. ما الله ما بيسألك نملة سليمان شو اسمها أصلا، ما لش ما ندعو بيها. الله يسألك لماذا رفضت المسيح، قرآنك ماذا قال لك؟ لم يقول. شو له دعوه بالكاتب علي؟ المفسرين يعني افسحوا في القصه، كتبوا انواع الكتب على فليكس، انواع الصفحات على فليكس، على فليكس النوري. طبعا هم لم يقولون فليكس، هم قالوا محمد وابو بكر. منين جبتوا محمد وابو بكر؟ شو اسم الغار اللي دخل له ابو محمد وابو بكر؟ اين موجود؟ هي قصه بسوريا، هاي قصه داخل مناطق سوريا، جبتوها ووضحتوها بالقران وقلتوا محمد وابو بكر ازاي؟ وشو فائدتها الآن بالقرآن موجودة؟ يعني إذا مسلم عرف أن الرسول رادوا يقتلونه أو فليكس رادوا يقتلونه ودخل بغار وصار علي عنكبوت، شو تستفاد أنت؟ ولا حاجة. هي هل هي معجزة؟ لم يؤمن بها أحد. هل هي معجزة؟ لم يراها أحد. هي رواية عن شخص، رواية مفردة، هو كان ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب، لا توجد مشكلة بالمسيحية، ممكن هذا الرجال يفتري يقول هذا. المسيحيين لا يؤمنون بها كقصة إلهية ولا يؤمنون بها كمعجزة إلهية، هو شخص كتبها بعد المسيحية بـ4 قرون، هي قبل الإسلام 200 سنة،
قبل الإسلام 200 سنة كتبت هي قصة عباد المسيحية بأربع قرون، شخص كتبها وحطها بالكتاب والناس اللي تؤمن بيد ما تؤمن بيد أنتم أحرار يعني. وبي قصص ولها كتب ولها روايات وحكايات. الإسلام جابيه يقول لك لا فليكس هو موجود، لو كتبتها على جوجل شوف شو يطلع لك يا عزيزي المسلم، بس اكتبها لك أنا بس خلي أوريك علشان تكون عندك خلفية يعني. هاي قصة العنكبوت والنم والبنى عليها العنكبوت، بس اكتب على جوجل لا تعمل حاجة يعني. بس اكتب على جوجل شوف يطلع. شوف هذا الكتاب، هذا كتاب فليكس والعنكبوت، هذا كتاب آخر فليكس والعنكبوت، كتاب آخر فليكس والعنكبوت، كتاب آخر فليكس والعنكبوت، قصص كاكلة هذه موجودة قبل الإسلام والناس عارفتها، وهذا الكتاب أنت ممكن تقرأ. فليكس أوف نولا، فليكس من نولا، فليكس هذا عنكبوت، وهذه حلوة، هاي توزع بالكنائس في 14 يناير. جابها صاحب القرآن سماها قصة، ألا تعلم ربك كيف خرج أبو بكر وخرج محمد من قتل الكفار ما قتلوهم؟ شو اللي حصل؟ قال لك دخلوا بالغار والله بنى عليهم تار مال عنكبوت وحماهم وعلشان الكفار لا يقتلهم. فين الغار موجود؟ بها منطقة لك مش عارفين. طيب مين اللي شافهم؟ ما 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 ما, ما حد يعرف. ما هي دي قصة موجودة اسمها فليكس والعنكبوت، موجودة بسوريا قبل الإسلام 200 سنة بعد المسيحية بأربع قرون، وهذا الرجال مسيحي وهو يحكي اختبار، هي رواية، هي ليست وحي إلهي، وبيحكي رواية. أنا ذهبت للغار ورادوا يقتلوني، دخلت بالغار وبنى علي غار. وحد اليوم الكنيسة الشرقية توزع حلوى في 14 يناير اسمها فليكس والعنكبوت، حلوى صغيرة على الأطفال توزع كاحتفال يعني. وفليكس هو قديس في 400 سنة بعد المسيحية. محمد جابها وكتب وقال لك أنا وأبو بكر كنا بالغار والله حمانة وحط لنا تار عنكبوت علشان الكفار لا يقتلوني. كذب. أساطير، دي أساطير الأولين اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيل. شكرا أخ كريم، الرب يباركك، وأكيد في أساطير كثيرة وقصص كثيرة، بس خلينا في الأول نرحب بالدكتور باسم. دكتور باسم أهلا وسهلا بك، منورنا ومشرفنا في حلقة اليوم من برنامج ما بين الشريعة والنعمة. حضرتك ميوت لو عايز تتكلم، فحضرتك ميوت. أنت رجعت ميوت تاني يا دكتور. اوكي. I'm sorry about that. اوكي. سلام المسيح لكم جميعا. سلام المسيح. مشرفنا ومنورنا في الحلقة النهارده، الحلقة النهارده احنا بنتكلم عن الأساطير الأولين، القرآن وأساطير الأولين، وخدنا حاجات كثيرة، خدنا الإسراء والمعراج، خدنا قصة الكهف، خدنا قصة العنكبوت، خدنا حاجات كثيرة. حتى فكرة الكهف كمان في الآية بتاعت الكهف 22، إن أو محمد ما كانش عارف عدد الناس اللي في الكهف، رغم إن في بيقول في الآية إن في عدد قليل يعرف، وإزاي يكون عدد قليل يعرف والنبي نفسه ما يعرفش حتى الآية نفسها؟ فده بتثبت إن رسول الإسلام نفسه لا يعلم، مع إن المفروض يكون هو مصدر للتعليم كنبي المفروض لو كان بيسمع من الله. طبعا في أساطير تانية زي مثلا يمكن لو في وقت تتكلم عن الأسطورة اللي بتتكلم عن قصة هاروت وماروت اللي نزلوا من السماء، دي قصة بابلية يعلم الناس السحر. القرآن خدها إنه نزل يعلم الناس السحر، أنا ما أعرفش ملائكة إزاي يتعلم الناس السحر، لكن هناخد ده بعد ما نسمع الدكتور باسم. وأهلا وسهلا بيك دكتور باسم، لو عندك تعليق أو إحنا حابين نسمعك. شكرا، أشكرك عزيزي قس ثابت، وأشكر رب من أجل أخونا المبارك كريم وأخونا المبارك السيد النمر وكافة المشاهدين. بصراحة أنا يعني برنامجكم مو بعيد عن الحلقة، يعني هذه الحلقة عن الحلقة اللي قبلكم اللي كانت الساعة 12 الظهر، ذيك كانت عن السطو محمد لبعض المميزات سمات المسيح. نعم. So يعني منك تقريبا نفس الشيء، هو يأخذ منك ويأخذ منك، بس إنه مال كنت بدي أسمع الأخ كريم عن النملة وحجم النملة وإلى آخره. That's really يعني funny and يعني مستغرب إنه كيف أحبائنا المسلمين يعني
ولحد الآن لا زالوا يعني مفروض إذا شوية يكون عنده مطلع مفروض هو يعني يدرك ويعرف أنه الأسود من الأبيض مبين الظلام من النور واضح إن شاء الله. سو على كل نحن اللي علينا نظل نكرس ونظل نشوف البابين الطريقين واللي يعجبه يقبل المسيح أهلا وسهلا. لكن والأخ كريم يتكلم وأنت أيضا قس ثابت أنا يعني ده أشوف مثلا حاليا أنتوا الثلاثة يعني ما شاء الله عملة نادرة خلينا نقول أوكي عملة نادرة ثلاثتكم بالنسبة إلى هذا الاختصاص زين هذا هو بالمناسبة إحنا بعد أقل من 10 أيام راح يبدأ الماراثون الثامن واللي يعني ندعو من خيرة المتكلمين الأرامية باللغتين الإنجليزية والعربية. So يعني بصورة عامة أريد أقول أنه الأرامية الرب باركنا من ناحية واحدة وهي المتكلمين الخدام الشخصيات المرموقة بالكتاب المقدس وأيضا بالأديان الأخرى. So هذا هو الشيء العظيم اللي نحن نفتخر به أنه من الخدام مالتنا من المتكلمين مالتنا على الأرامية وهذا يعني احنا فخورين بكم ونشكر الرب من أجلكم. هاي النقطة الأولى. So اليوم مثلا اكو عندنا كان عندنا برنامج مباشر على الهواء احيانا يكون عندنا ثلاثة مباشر على الهواء. So تخيلوا يعني بالسنة كم برنامج مثل هذه الحلقة إذا نجمعها كلها بالسنة الواحدة كم حلقة وكم مشاهد وكم يعني الناس تشاهد وتقبل المسيح. So هذا العمل صراحة عمل عظيم مو لأنه إحنا بالعرامية أكو أيضا فضائيات أخرى كل هذه الأعمال أعمال عظيمة والرب جاي يستخدم هذه الأواني الخزفية المكسورة من أجل اسمه القدوس. So, نقطة أخرى اللي أريد أقولها أنه يعني أكو عندنا إحنا مثلا حاليا باختصار أنا راح أقول حاليا خلينا نقول نقسمها إلى قسمين أكو قسم اللي هي ديجيتال أوكي رقمية ديجيتال وهذا هو ستريمينج اوكي جاي نبث من خلال الديجيتال وكل السوشيال ميديا عندنا 13 قنوات اخرى يعني قنوات تلفزيونيه 24 ساعه 7 ايام وعندنا 13 14 ويب سايت وماذا ما عدا السوشيال ميديا تقريبا اذا تجمع كل اللغات وكل السوشيال ميديا وإلى آخره يطلع أكثر من 110 إلى 115 أنا ما حافظ الرقم بالضبط. So هذه كلها بصفحة لكن مسألة الأخرى الجانب الآخر من السوشيال ميديا شو نسوي نختار مثلاً فد فيديو قصير مالتنا أو إحنا ناخذ من غيرنا نختار فيديو اللي هو قوي ومهم ويعني مؤثر إذا هو من الناحية الكتاب المقدس أو من الناحية الأديان الأخرى and نعلن نصعد على المنصات مالتنا. فأنا أريد أطلب من شكرا المخرج يا ريت الأخ المخرج أنه يخلي كله يعني the full screen أوكي على مود نشوف الأرقام أوكي يعني مو من طلعنا كنا أوكي يلا هم يخالف أما يخال بس إذا تقدر تخلي يعني كل السكرين كل أوكي إذا ما تقدر فاين. So هذا السلايد هذني أناليتكس يعني الفيديو يا ريت لو ترجع مرة ثانية للفيديو أبدأ من الصورة قصدي من صورة الشيخ بعدين نجي على هذه الصورة أوكي alright أوكي ممكن لأنه متى تطلع أهم شيء اللي أريد أقوله أكو جوا something وفوق أكو something لا ف
فبهالطريقة ما راح يس جود جود هم مرة ما جاي تبين نو انفورشنتلي اني واي ما راح ننجح بهاي الطريقة. ارجع على السلايد الثاني اوكي راح ننتظر اوكي ما يخالف خلينا ناخذ هذا اوكي جود جود. ممكن اذا الاخ ثابت صوره الاخ ثابت اذا تشيلها او توديها somewhere else حتى الرقم لانه صاير يعني خلف القس ثابت. اللي اريد اقول شنو انه مقابل او behind داخل دائره الحمراء تشوف انه 1.4 شنو 1.4 مليون اوكي يعني لحد الان 1.4 مليون وسمثينج يعني باقي شويه راح يصير 1.5 مليون زين. لكن ايضا فوق اسمح لي رايت اوكي اوكي اذا تشوف فوق مثلا الشيخ صوره الشيخ على اليسار من اليمين مكتوبه سبتمبر 3 10 10:50 اي ام يعني هذا الفيديو رفعناه على الفيسبوك مالتنا يوم سبتمبر 3 واليوم سبتمبر 12 او 13 يعني ما صار اسبوعين. لكن شوف الارقام اولا 1.4 مليون بالحقيقه 1.49 something يعني خلينا نقول اليوم ساعه بالستة وبالسبعة راح يصير 1.5 يعني مليون ونص باقل من اسبوعين. أنا ليش دا أنطي هذه الأرقام؟ طبعاً الإمبريشن 1,325,000 كذا people reached يعني اللي وصل للناس 1,244,000 الإنجيجمنت يعني تعليقات 94,300 وكذا كذا شنو اللي أريد أوصل له؟ أريد أوصل له أنه شوفوا الأرقام اللي جاي نشوفها مؤثرة على المشاهدين والمشاهدين still هذه الأرقام جاي تصعد. يعني تخيل خلال أسبوعين أقل من أسبوعين وصلنا 1.5 مليون بهذا الفيديو بس فيديو واحد أوكي. لو تخيل بعد شهر جد راح توصل الأرقام. تخيل سنة اللخ مثل هذا اليوم جد راح توصلها كم مليون راح تطلع. القصد شنو؟ القصد أنه نشكر الرب على الإنترنت، نشكر الرب على السوشيال ميديا، نشكر الرب على الفيديوهات والمتكلمين والرسالة إذا جاي توصل وجاي توصل بقوة وبتأثير عالي. أوكي. طبعاً حتى شوية أضيف كلمة تشجيع أخرى to motivate you يعني أولاً هذا الفيديو اللي جاي نتكلم عنه هو طبعاً واحد أنا عندي يعني مئات أوكي مئات اللي واصلين المليون بس طبعاً أكو قسم منها دربها يعني مثلاً 900,000 قسم منها 800,000 واصلة وجاي تصعد كلها يعني يومياً إحنا نصعد 10-15 فيديو وتعرفون أنتم اللي تزورون البيج مالتنا أي بي إن سات مال فيسبوك so هذا الفيديو اللي جاي نقول عنه وهذه الأرقام المشجعة هذه فقط لفيديو واحد هذه فقط إلى تطبيق واحد اللي هو فيسبوك وهذه مجرد the page واحد يعني أكو عندنا more than one page في الفيسبوك بالعربية وهذه طبعا ما لغة واحدة يعني اللغة العربية لكن تخيل أنه أكو عندنا عدة لغات يعني ما يقارب بين 30 إلى 35 اللي بيها السوشيال ميديا أوكي؟ So, تخيل أنه كل اللغات هذولا زائداً كل لغة بها 10 تطبيقات متنوعة يعني فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتويتر وتليجرام أوكي؟ So, لازم تضرب 10 بـ30 بكم مثلا فيديو بالشهر تخيل انه هاو ماتش ده يوصل اذا مثلا عن الانجيل او عن مثلا
الأديان الأخرى. تشوف شو؟ إذن معناتها شنو؟ أنه الرب جاي يعمل بقوة والعالم متعطشين والناس محتاجين واشتياقهم دي يزداد أكثر فأكثر. معناته أنه المعمل السماوي جاي يشتغل بالأرض لزرع كلمة الرب في قلوب البشر وجاي يتحررون، جاي يقبلون المسيح. أوكي؟ احنا ما نشوفهم، احنا نعرف بس قلة قليلة منهم، لكن الله هو اللي يعرف كل شيء. اوكي؟ وانت يعني مثلا لما تشوف امبريشن 1,325,000 كسر، لما نقول بيبل ريجت 1,244,000 وكذا، التعليقات 94,000 وكذا. اوكي؟ الجو مثل ما قلنا 1.4 مليون. اوكي؟ وان شاء الله يعني إذا بها مجال، إذا بالأخير قدرنا أن نشوف التفاصيل بصراحة، يعني أقول لكم يعني ما يعني ولو راح أخذ من وقتكم، بس راح أقول لكم الرقم الصحيح، أوكي؟ حتى تشوفوا بعينكم، لأنه بسبب صورة القس ثابت، أوكي؟ أوكي؟ أيها تمام. نشوف 1,492,290. هسه راح اقرب لك اياها، اللي هي تقريبا صارت 1,500,000. سو انت تشوف الجو هذه الدائره الحمراء. اوكي، ما اعرف انت تقدر تشوف الرقم ولا لا. المهم صدقوني انا مدى اقدر، اللي هي 1,500,000 خلينا نقول. سو زين، النقطه الثانيه اللي اريد اقولها، هذا العمل هذا مو ببلاش. اوكي، هذول الخدام، هذول يعني شلون نقول، هذول خدام حقيقيين، هذول تلاميذ المسيح الحقيقيين، هذول ابطال ما يخافون من احد، هذول مثل يعني الجندي المجهول او الجنود المجهولين، جاي يضحون بحياتهم و مخاطرة بعوائلهم لأنهم في الخطوط الأمامية. هم هذول السفراء المسيح اللي قال عنهم الرسول بولس. يعني علينا، هل يعني المسيح راح يرضى بينا بحيث أنه نشوفهم ونتبارك من خلالهم ومن ساعدهم؟ اوكي، سو اذا النقطه الرئيسيه هنا انا دا اتكلم انه ايه ذاك طلع هسه الرقم نشوفه 1,492,289. ثانك يو السيد المخرج. اوكي، يو واز ايبل تو شو اس جود. ناو قلنا يعني هذا هو بس فيديو واحد، بس أقل من أسبوعين، right؟ so إذا أطلعكم كل الفيديوهات مثلاً خلينا نقول بآخر شهر، مش تسمعني بآخر شهر، إنه راح تطلع المجاميع مالتها ما يقارب يعني 15 مليون كل المشاهدات مالتها. so بس هذا شنو؟ هذا only مال one page، okay؟ يعني one page أو one app اللي هو اسمه فيسبوك. هسه أكو عندنا يوتيوب، أكو عندنا كل أمور أخرى، هذه كلها ما اللغة واحدة، اللغة العربية. أكو عندنا اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية واللغة الباكستانية واللغة الأفغانية ولغات أخرى كثيرة. أوكي، شكرا. هسه هذا شيء آخر، يا ريت لو تنطينا الثاني بيج إن شاء الله راح تكون يعني الاناليتكس مال جود. هذا مال عدنان، عراقي يعني شيعي بس تارك الاسلام وقوي كلش. شوف ايضا امبريشن 1,047,000 وكسر، البيبل ريتش 811,000، انجيجمنت 11,000 كذا. سو ذاتس انا شو اللي اريد اقول، انه احنا ما راح نسرد كل الفيديوهات، باختصار انا اريد اقول انه يا اخوان
القناة الأرامية، الرب باركنا والرب جاي يستخدم هذه القناة، ونشكركم على صلواتكم ودعمكم. بس أنا لازم أحكي صراحة أنه في الآخر 9 أشهر مع كل الأسف أنه الدخل الشهري في حالة تنازل، يعني أكو a big deficit، حوالي 20,000 دولار deficit، يعني 20,000 دولار عجز يسموها باللغة الفاينانس، عجز في ميزانية الآرامية. يعني in other words كل شهر جاي ندفع من جيوب الآرامية، أوكي، من البنك أكاونت مال آرامية 20,000 زيادة خسارة، وكأنه واحد دا ياخذ 20,000 ويروح يلعب قمار بيها ويخسرها. تلاحظ شو؟ ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه الإنكم بدأ يقل، التبرعات بدأ تقل. طبعا أكو هناك يعني تسابق أو مو تسابق، كومبيتيشن، أوكي، يس تسابق كومبيتيشن، أكو فضائيات كثيرة، أكو برامج إذاعات كثيرة، أكو كذا، أكو مشكلة بالدخل إلى آخره، يعني دخل القومي بلد. باختصار أنه هذه القناة أيضا جايت إنتاجها عظيم، بس أيضا هذه القناة نقية وما بها شوائب، فلا تخلوها أنه بالأخير تضمحل تضمحل تضمحل. من اللي راح يفرح بعدين غير العدو غير الشيطان؟ هسه أنا ما أريد أطول بهذا الكلام، خليني هسه أقلب الصفحة، وأعتقد الرسالة وضحت، أوكي. ومو بس الآرامية، يعني مثلا الأخ كريم أو السيد النمر أو القس ثابت، هذول أيضا ما يدرون يمشون حالهم. فشوف شون الآرامية في حالة النزول، دخلهم أيضا في حالة النزول. بعدين يعني هل معقولة أنه نترك أمثال أخ كريم زين؟ وهل يعني هو فضحل وتخلوه يروح يشتغل سائق تاكسي مال دليفري مال بيتزا أو مال فاست فود؟ هل تعتقدون يعني الله راح يفرح بهذا العمل، أنه بالأخير بسبب المادة يروح يشتغل أشغال يعني مو مستوى، مو قصدي أنه هو متكبر، نو هو متواضع، بس شقد the economy for God's kingdom شقد مهمة أنه ندعمه. أخيرا أريد أقول لأنه الانتخابات جاية، فإحنا بدينا نتكلم، وأنا واثق أنه تكلمتوا أنتم شوية عن الانتخابات، لكن من الأسبوع القادم راح يكون عندنا برنامجين، واحد باللغة الإنجليزية واحد باللغة العربية، لمدة حوالي 1.5 شهر إلى أن تنتهي الانتخابات. وهذا البرنامج it's not a سياسي، احنا ما لنا علاقة بالسياسة ولا نتدخل بالأحزاب السياسية، بس احنا اكو عندنا غرض واحد، وهذا الغرض انه ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو اللي يخدم الإنجيل في هذا البلد، وما هو الذي يزرع الزيوان في هذا البلد. اكو عندك جروبين، اوكي، والجروب هو عنده قائد، فتعتمد على القائد. اذا القائد ضمن خطه الله، انا ما بدي اقول القائد قديس، نو مو قديس، بس اذا هذا القائد شويه يشتغل عقليته او خطته ماذا ضمن خطه الله، هذه الامه هذه الدوله راح تصعد وتنجح. وإذا إجانا قائد بالضبط بالعكس راح يضيعنا بحروب ومأساة ومصايب كبيرة، وأكثر من هذا يورطنا في قضايا روحية شيطانية كلها من قلب الشيطان.
Okay. So دورنا إذا يجب أن يكون عندنا وعي، وهالبرنامجين هو الغرض الرئيسي توعية لكل واحد له الحق في الانتخابات داخل أمريكا، حتى يروح أولا وثانيا أنه يعرف ماذا يختار وماذا يرفض، شنو هو اللي له اللي يخدم ملكوت الله، وشنو هو اللي يعكس ويؤذي ويزرع قوانين بالضبط شيطانية ضد كتاب الله وضد كلمة الله. وأنا أعرف أنه كلكم جاء تفهمون المقصد، أوكي؟ ماكو واحد غشيم هسه أنه ما يعرف هذا شنو وهذا شنو، بيّنت كل شيء بآخر 4 سنوات. أخيراً وليس آخراً، أنه مثل ما قلنا أنه أكو عندنا ماراثون جاي، ويعني أكو راح أحكي هاي آخر شيء، وميبي القس ثابت والأخ كريم يتكلم شوي، أنه أوكي، أنه بدأنا بمثل يعني استراتيجية جديدة أو نظام جديد في البث مالتنا بالآرامية، اللي بخلال 20 سنة أبداً ما كنا نسويه. الرب باركنا وأعطانا هذه الفكرة، هذه الموهبة خلينا نقول. وشنو هي هذه الموهبة؟ أنه من الأسبوع القادم راح أشوفون، أو بالحقيقة يس من الأسبوع القادم. معظم البرامج، يعني هسه احنا مو برنامج من 3 إلى 5 بالبرنامج خلينا نقول الإسلامي، الأسبوع القادم هذا ما راح يكون واحدة، راح يكون على الأقل واحد الأخ موازي إلى، أو 2 برنامج آخرين موازي إلى هذه الحلقة. بس شنو؟ مثلا واحد ما يضرب الثاني، ما يضرب بالمبدأ أو باللغة، بالمبدأ أو بالمشاهدين. يعني مثلا برنامج ثاني راح يكون بالإنجليزي، أو إذا أكو برنامج ثاني راح يكون مثلا إما بالآرامي أو بالكردي أو بالتركي أو بالبنجابي أو يعني احنا عندنا اكثر من 13-14 قنوات بهكذا. فسابقا كان عندنا كل مثلا ساعة ونص برنامج واحد، هسه كل ساعة ونص أو ساعتين راح ينطلقون 3 برامج. ليش؟ لأنه أكو عندنا لغات أخرى كثيرة. فهذه أيضا فت خطوة كلش عظيمة حتى تتوزع المشاريع، يعني كأنه الآرامية راح تصير 3 قنوات عظيمة يوميا، أوكي؟ ولو إحنا عندنا 14 قناة بس، إيش وقت تسوي لايف توك شو، يعني البث المباشر يكون مباشر. وهذه هي طبعا نحتاج مصاريف ونحتاج يعني اذا بس اقول لكم انه ايش قد عدد الموظفين، عدد الخدام، وراح تتفاجأ، وراح حتى تقول اذا معناتها اكو شيء مو طبيعي شلون. بس anyway انا ما اريد يعني اشتت فكرك، انه عددنا بقد اصابع يدك، ومع هذا التطورات والتقدمات والنيو فيتشرز اللي جايين الرب ينطيناها فوق الطبيعه، فوق الطبيعيه. ارجوكم ان تذكرونا اولا بصلواتكم، ثانيا حتى اذا تنطي $5 بالاسبوع او $10 بالشهر او $5 بالشهر راح تفيدنا، لان اذا كل واحد ينطي 5 5 20,000 اللي جاي نخسر على الأقل تطلع عين بعين. لأنه هسه مثل يعني كأنه واحد عنده ستور أو سوبر ماركت، زين، وطبعا أكو بلاد، فمفروض هو يربح حتى يخلي بجيبه، تمام، ربح على لعدل شكو مفتح. مو بس أنه إحنا يعني كأنه عندنا سوبر ماركت، خلينا نقول مو بس أنه إحنا ما جاي نربح، وإنما جاي ندفع كأنه من جيبنا خسارة والتشكمشة فارغة. فأي $5 لما تجي تنزل بالتشكمشة راح تفيد. أعتقد أنا وضحت ما عندي، وأخلي الباقي للرب وإلى الخدام الآخرين. تفضل أخويا أسلام. شكرا دكتور باسم على الشرح الرائع، ويعني
حطتنا على الموضوع نفسه. وفعلا قناة الأرامية بالخمس خبزات، خلينا نقول لكن الخمس خبزات في إيد الرب يسوع المسيح بتشبع الجموع، وأنا بشوف إن ده مهم. إحنا بنشوف رغم التحديات المالية ورغم قلة عدد الناس اللي بيخدموا وراء الكاميرات والكلام ده كله، وحتى يمكن كمان الأدوات نفسها، في حاجات كتيرة جدا جدا، مصاريف كتيرة الأرامية محتاجاها. أنا يعني لا أتوقع على الإطلاق إن عمل الله يتوقف، لكن أنا بقول إن رائع إن أكون أنا مساهم في استمرار عمل الله، إن أكون مساهم إن الله يستخدم القناة لإعلان كلمة الله. فزي ما قال دكتور باسم، ما تفكرش الخمسة دولارات قليلة، لا، حطها في إيد الرب يسوع. لو إحنا عدد كبير بيقدر يتبرع، أكيد الله يستخدم ده. حاجة تانية، إحنا كل ما يكون فيه، يعني القناة الأرامية مش قناة ربحية، مش بتدور على ربح، لكن قناة الأرامية إحنا كل ما أنت بتدي، كل ما الرب بيوصل الرسالة أكتر وبطريقة أفضل، وأماكن يمكن ممنوع يدخل فيها الإنجيل. ويمكن حاجة من الحياة اللي إحنا نتكلم فيها ومشروع من المشاريع اللي هو الإنجيل الرقمي. ويعني الإنجيل الرقمي اللي هو فكرة أني بالإنجليزي، خليني أقولها بالإنجليزي، اسمه ديجيتال بايبل. يعني ديجيتال بايبل يعني مو كتاب ورقي، وإنما ديجيتال، بحيث ما بيوزن ولا بأي شيء آخر، بس أيضا راح يروح علما، راح يروح إلى الدول اللي ممنوعة، وثانيا اللي ما يقدرون يشوفون بالإنترنت الإنجيل الحقيقي الصحيح بلغته، لأنه ممنوعة، مسدودة، الأبواب مسدودة هناك. أوكي، ثلاث أرباع دول العالم ضد الكتاب المقدس، ثلاث أرباع دول العالم ممنوع هذا الكتاب، وكأنه أخطر كتاب. هو أخطر كتاب طبعا ضد مملكة الشيطان، بس ولهذا أكو حذر عليه. إحنا شو نسوي؟ إحنا راح نوصل هذه الأمور السرية اللي الدولة أو الحكومة أو المراقبة they cannot filter it out. وهذه أيضا يعني طريقة ذكية، بحيث يوصل إذا باللينك مثلا على الآيفون مالته. وقس الأخ كريم يعرف ماذا نقول، لأنه هو أيضا أرسل قبل سنة كم مية وكم ألف بايبل إلى إيران. أوكي، تفضل بس ثابت. فهو ده مشروع مهم جدا جدا، أن نتوصل الكتاب في الأماكن الخطرة، من غير ما نكون خطر على الناس، أن يكون الكتاب بيكون الكتاب على التليفون بتاعه، بيكون الكتاب بياخده على الكمبيوتر بتاعه، يكون الكتاب المقدس متاح لي. فده مهم جدا جدا، دي واحدة من الحاجات، لكن حاجات كثيرة، برامج بلغات مختلفة، برامج باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، باللغة الكلدانية، بلغات متعددة. ازاي الله ممكن يستخدم عطاياك لنشر الرسالة. انا مش عايز اتكلم كتير، لكن كمان اسيب الفرصة لاخويا كريم ان هو لو حابب يعلق على الموضوع ده، لان هو واحد من الأرامية، واحد من الناس اللي الرب بيستخدمهم. ويمكن سمعت شهادات كتيرة من ازاي الله استخدم حتى من خلال توصيل الكتاب المقدس، وزار احزار بيوت وصل لها الكتاب المقدس، وحاجات كتيرة مشجعة، ويمكن تشجعك انك انت تكون شريك معانا. انت مش مشاهد، انت كمؤمن، لو انت مؤمن انت مش مشاهد، انت شريك في الخدمه. لو انت مش لسه ما وصلكش رساله المسيح، انت مشاهد وعلى عيننا وعلى راسنا. لكن لو انت ابن للمسيح، الكتاب بيقول اعطوا حسب الطاقه بل فوق الطاقه لانهم اعطوا انفسهم اولا. فضل اخ كريم. وانا ايضا قبل ما يبدي لك كريم، انا راح انتظر ابقى معكم، بس بدي اسوي كليكينج من خلال التليفون مالتي. So, يا ريت إذا الأخ كريم يبلغ المشاهدين أن يستمروا في شي يسموه كليك تكبيس. تكبيس يعني. تكبيس مهم جدا أعزائي المشاهدين، نكبس على الشاشة. رجاء إحنا وقتنا انتهى، بس محتاجين أيضا تكبسونا على الشاشة لكي الحلقة توصل تقريبا 180 ألف، لكي يكون وصلنا 100 ألف ضمن 100 ألف. ما بقي لنا شيء 20 ألف، رجاء كبسونا على الشاشة. ودعم قناة الأرامية مهم جدا أعزائي المشاهدين. الرب يسوع المسيح قال أنتم ملح الأرض،
وقال الكلام اللي أكلمكم به هو روح وحياة. هذا الكلام الله أمنكم أنتم كمسيحيين على هذا الكلام أنه يصل للآخرين. يجب أن كلمة الرب توصل للآخرين من خلالكم. الله هيأ لكم في قناة الآرامية باكيج كامل من الخدام متكلمين بلغات متعددة وعلى منصات كثيرة جدا يوصلون كلام الرب يسوع المسيح. أنتم كمسيحيين وشركاء في هذه الخدمة، ماذا يجب أن نعمل معك؟ قناة الآرامية اليوم هي محتاجة المادة لكي توصل كلمة الرب يسوع المسيح. طبعا الرب يسوع المسيح قال أخذتم مجانا تعطوا مجانا، كلمة الرب يسوع المسيح هي مجانية توصل إلى الآخرين، ولكن طريق الإيصال الرسالة لإيران صعب جدا. نتكلم نوصل مبشر يدخل إلى إيران ويتكلم مع الإيرانيين، من الصعب ومن المستحيل وسابع المستحيلات، وهم شعب محتاجين كلمة الله. اليوم خلال قناة الآرامية أصبحت قناة الآرامية موجودة في كل بيت وكل تليفون وكل تلفزيون، كل بيت يستطيع يشاهد قناة الآرامية. هناك أيضا دكتور باسم تكلم على هذا الموضوع، وصلنا عدة أناجيل من تركيا إلى إيران، في الرب فتح طريق وصلنا عدة أناجيل، وأناجيل هي صغيرة جيبية وصلناها إلى تركيا، وتباركوا بها أخوة وأخوات كثيرين جدا، وقبلوا الرب يسوع المسيح وقروا كلمة الله وبدأوا يتناقشون بها. هناك مئات وعشرات المئات من الرسائل تأتينا على الواتساب وعلى صفحة قناة الآرامية من إيران فقط. نعم القس أخ كريم، عفوا للمقاطعة حتى لا يصير التباس بالنسبة للمشاهد، البايبلز اللي دخلتوها العام إلى إيران كانت يعني صغيرة أو ورقية، بس إحنا دا نتكلم أنه ديجيتال، يعني ليس بوك ولا كتاب ولا أوراق ولا كذا. أوكي ليش؟ لأنه هذه أسهل وقشخ، يعني مثل ما الأخ كريم دخلوا قشخ الكتاب الورقي الممنوع، فاحنا ايضا جاي نعطي هذه الديجيتال، يعني تقنيه يعني رقميه، يعني مثل كود بي اللينك الرابط. اوكي بس هذا الرابط ما يقدرون الاسلاميين او خلينا نقول المسؤولين بالدوله اوكي يكشفوه، ولهذا هم يقدرون بصورة عامة يسدون، مثلا ibnsat.com مسدودة في أماكن كثيرة. ليش؟ لأنه هذه بالنسبة لهم عدو، لكن هذا اللي جاي نتكلم عنه digital or link هذا ما رح يظهر على الانترنت، وإنما في طريقة أخرى، ومو إحنا اللي رح نوصله، نو إحنا رح ننطي يعني الرقم إلى الجهة المعنية وهم يوصلون إلى الأفراد واحد بواحد اللي يعرفون مثلا إما قابلين المسيح أو طريقهم دي يقبلون المسيح إلى آخره. سوري أبا أخيرين طبعا. نعم بالتأكيد هي طرق كثيرة، منها ديجيتال ومنها كتاب ورقي ومنها خدمة قناة الآرامية، كل هذه الخدمات هي محتاجة دعمكم، دعمكم المادي مهم جدا 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 لكي تساعدونا. إذا دخلت إلى الويب سايت اللي موجود على الشاشة www.abngive.com، من هذا خلال الويب سايت تستطيع تشارك في الدعم، في دعم أسبوعي، في دعم شهري، في دعم سنوي، وفي دعم لمرة واحدة. ادخل رجعنا الآن على الويب سايت، صور الشاشة عندك على الموبايل، خذ سكرين شوت خلي على موبايلك، وصلي وأطلب من الرب ماذا تريد أن أعمل من أجل هذه الخدمة. ممكن تدعم الخدمة بأي مبلغ الرب يضعه على قلبك. احنا محتاجين دعمكم، محتاجين مشاركتكم، واي شخص يشترك في هذه الخدمه راح يكون ايميله موجود على قناه الاراميه، راح قناه الاراميه تبعث لنا رساله شكر وتبعث لك الاخبار الشهريه ايضا لكي تطلع على الخدمه في خلف الكواليس. هناك اخوه واخوات كثيرين جدا يقبلون الرب يسوع المسيح، لا نستطيع نشاركهم مع العامه ولكن نشاركهم مع داعمين قناه الاراميه وشعب قناه الاراميه والمعضدين لهذه القناه. فرجاء من الان اشترك في دعم قناه الاراميه لكي الرب يباركك ويبارك أهل بيتك أيضا، وتكنس لك كنز في السماء، وتأتي نفوس كثير جدا للرب يسوع المسيح. خلينا أحكي لكم بعض الاختبارات، واختبار هو بسيط جدا، بس رجاء خلوكم تكبيس على الشاشة لكي توصل كلمة الرب يسوع المسيح للآخرين أيضا من خلال التيك توك. في أخت وصلت معي على الواتساب من إيران، كيفك أخبارك فلان، أريد أستفسر على بعض الآيات. كانت تقتبس الآيات بالكاميرا، يعني تصور من الكتاب وتبعث لي. فأنا أولا تفاجأت قلت لها عندي الكتاب، انت قلت لي أنا عندي الكتاب، مش كفر يعني وصل الكتاب،
بارد هاي الآية توضيح، ورد هاي الآية توضيح، ورد هذا التوضيح. فيما بعد، بعد الحوار الطويل، آمنت الأخت بالرب يسوع المسيح. قلت خلي أسألها كيف آمنتي وكيف وصلك هذا الكتاب؟ قالت كنت بالمترو. في أخت تانية عندها شنطة وعلى ظهرها يعني، وصاعدة معي بالمترو وبدأت تتكلم معي، كيفك، أخبارك فلان، عندي إنجيل، هل تحبين تقري الإنجيل؟ قلت لها لا أنا مسلمة. قالت لي أوكي، بس في إنجيل إذا تحبين تقرينه. قلت لها أوكي، شالت الإنجيل وعطتني. ومن بعد ما أعطتني الإنجيل بدأت أقرأ أنا وزوجي في بيتي، وتواصلنا مع معاكم من خلال الرقم اللي مكتوب في رقم، نكتب رقم واتساب على الإنجيل، من خلال الرقم تواصلنا معكم ونريد نعرف الإنجيل وبعدها عملنا الإنجيل. هذا قيمته $6 فقط. الأخوة اللي تبرعوا بي، أنا ما أعرف مين اللي تبرع، لأن أعداد كبيرة ناس تبرعوا بي عندنا، $6 فقط. $6 حررت بيت كامل. الله لا يتعامل بالمبالغ، الله ما بيهم المبلغ، الله بيهم أنه في قلب نغي يعطي بسخاء. أنا بقول هنيئا لك، مين اللي تبرع بهذا الإنجيل بالذات؟ أنا ما أعرفه، لأن هي كل شخص يتبرع 50 إنجيل، 20 إنجيل، 10، 30، ما نعرفهم، كلهم نكتب عليهم أرقام ونبعثهم ميراث. في أخت وصلها إنجيل، ومن خلال الرقم اللي موجود تواصلت معنا وآمنت بالرب يسوع المسيح، هي وعائلتها. هم أيضا رائعين جدا، قبلوا الرب ورائعين جدا، ناس محترمين جدا، ودائما يتواصلوا مع غنات الأرامية. شوف، فلا تستهين بالمبلغ عزيزي المشاهد، لا تقول أنا 10 أناجيل ماذا يعملن، أو $200 راح تبرع الأرامية ماذا تعمل، أو $50 ماذا تعمل. الرب يستخدم هذا. أعطي وصلي وأطلب من الرب أن المبلغ اللي أعطيته الرب يستخدمه في المكان المباشر. والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلام. شكرا أخ كريم. شكرا أخ كريم، الرب يباركك. ويعني الحقيقة مهم جدا جدا، يعني الدعم مهم جدا جدا. على فكرة الدعم مش بركة بس للقناة، ومش بركة للناس اللي يوصلها الدعم، الدعم بركة لنا إحنا، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا مغبوط هو العطاء أكثر من الأغس، المعطي المسرور يحبه الرب. فيعني امتياز عظيم جدا جدا، الله يوصل الرسالة بيك أو من غيرك، بس يا لسعادتك لو كان الله استخدمك في توصيل الرسالة، يا لسعادتك لو كنت أداة من أدوات الله في توصيل الرسالة لخاطي واحد. تخيل الكتاب المقدس يقول إيه؟ السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 مرة لا يحتاجون للتوب. يعني فعلا امتياز أنك أنت تكون شريك في العمل ده، وامتياز أنك تكون شريك في الخدمة دي، امتياز أن احنا نكون بحطين إيدينا في إيدين بعض وبنقول احنا هنحطم قوة إبليس. احنا مش مدعوين على فكرة احنا ندافع، الكتاب دعانا للهجوم مش للدفاع. لما قال أبواب الجحيم لن تقوى عليها، بمعنى أن احنا هنهجم على أبواب الجحيم، هنهجم بالفكر، بتوصيل الرسالة، بتوصيل كلمة الله، عشان نوصل الحق. وممكن أنت تكون شريك بالفعل في توصيل رسالة الإنجيل وتوصيل رسالة الحق. الخرافات كتير، قناة الأرامية بتقدم مش بس إسلاميات، بتقدم كمان فكر تعليمي من خلال برامج روحية رائعة عشان تنور عقول الناس وتطلع الناس من الخرافة ومن الأساطير. طبعا الله هو اللي بيطلع، لكن بيستخدم التعليم وبيستخدم الخدام وبيستخدم القناة عشان يطلعهم من الخرافات ومن الأساطير. هنيئا لك لو كنت بالفعل شريك معانا في الخدمة دي. خلينا كمان نكمل تكبيس يا جماعة على الشاشة. أخ كريم لو عندك رسالة أخيرة، أو دكتور باسم لو معانا وحب يقول رسالة أخيرة، وبعد ديها نختم بالصلاة. تقريبا أخ كريم مش سمعني، ودكتور باسم تقريبا كمان مش سمعني. طيب أنا هاخد حاجة من الحاجات اللي هختم بيها بالفكرة بتاعت الخرافات أو أساطير الأولين، واحدة من الأساطير، وبعد كده هقارنها بفكر الكتاب المقدس، إيه رسالة الكتاب المقدس وإيه رسالة القرآن اللي فيه أساطير الأولين. ولو الأخ كريم ما ظهرش، والدكتور باسم عارف إنه بيكون مشغول، لكن هختم كمان برسالة رسالة الكتاب المقدس. واحدة من أساطير الأولين قصة هاروت وماروت.
الموضوع ده موجود في سورة البقرة آية 102، بيتكلم عن ملائكة نزلت إلى بابل وعلمت الناس السحر كاختبار من الله. القصة دي هي قصة موجودة في أساطير بابلية قديمة عن الكائنات السماوية التي تنزل الأرض وتقدم معرفة خفية للبشر أو تعلم الناس السحر. فأنا عندي هنا الأسطورة القديمة البابلية بتكلم عن إن في كائنات سماوية بتنزل تعلم الناس السحر. خدها القرآن في سورة البقرة وتكلم عن إن في ملائكة بتنزل وتعلم الناس السحر كاختبار من الله. السؤال، هل الله بيضلل الإنسان؟ إحنا عندنا في العهد القديم دايما بيحذر من السحر ومن أعمال السحر ومن ممارسة السحر، مش فكرة الله يختبر الناس بالسحر. وده الفرق بين رسالة الكتاب المقدس، هي رسالة التنوير والتعليم، رسالة الكتاب اللي هو سراج لرجل كلامك، وبين رسالة الأساطير وبين رسالة الخرافات. فأنا بدعوك أخويا المسلم أنك تفكر، هل أنت عايز تتبع الإله الحقيقي ولا تتبع مجموعة من الأساطير والخرافات اللي لا معنى لها؟ إحنا وصلنا كده لنهاية حلقتنا. عزيز مشاهد، معنا الأخ كريم، مش عارف رجع ولا لا، هل سمعنا الأخ كريم؟ طيب شكل الأخ كريم مش موجود، فخلينا نختم مرة تانية بالصلاة. أنا كنت عايز كمان أخ كريم أو دكتور باسم يختم لنا بالصلاة، لكن طالما الأخ كريم مش موجود خلينا نختم بالصلاة. أبانا السماوي، من كل القلب بشكرك من أجل محبتك، من أجل مراحمك، من أجل وجودك. بشكرك رب من أجل كلمتك اللي بتنير عقولنا وتنير أفكارنا وتنير قلوبنا، لأنك أنت نور العالم، أنت النور الذي جاء لينير كل إنسان. إدينا نعمة ربنا إن إحنا نوصل نورك ونعكس نورك عشان الناس يروا يا ربنا هذا النور ويأتوا إليك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك. حرر القلوب يا ربنا والعقول من كل الخرافات ومن كل الأساطير. يا رب أصلي بركة من أجل الدكتور باسم في قيادة القناة الأرامية، بصلي أيضا يا ربنا من أجل خدمة القناة الأرامية، احتياجات قناة الأرامية، أنت القادر أنك أنت تسدد كل الاحتياجات. بصلي ربنا من هذه الرسالة افتح عيون ربنا كل المشاهدين حتى يعرفوك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك، في اسم المسيح آمين. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والرب معكم.